تصدقوا تؤمني بالله انت لو زعلتي من اللي حصل ده تبقى غلطانه. المفروض اني افرح ولا ايه؟ لا ابدا، بس يعني الانسان يزعل من حد ليه قيمه، حد محترم، مش شويه عيال بلطجيه وسفله زي دول. العيال دول مش بلطجيه، دول متعصبين بيضايقوني وفاكرين انهم بكده نصروا دينهم. يا ست متعصبين مين بس، دول شويه عيال صيع وسفله. طب انا هقول لك حاجه، انا متجوز واحده محجبه ومش حلوه، ورغم كده برضو ما بتسلمش من المعاكسات، يعني الحدوته مش حدوته الدين. للاسف هي دي الحقيقه، احنا خلاص بقينا ملطشه، كان البلد ما بقتش بلدنا. لا حول ولا قوه الا بالله يا ست، البلد دي بلدنا زي ما هي بلدكم بالظبط، يعني لو هتخرب هتخرب على الكل، ولو وقعت مش هتقع بمسلم بس ولا مسيحي بس. انت بس كده لما ترجعي البيت وتقعدي تفكري بهدوء هتكتشف ان انت كنت غلطانه. مسألة باختصار شوية عيال فلتانة بيعكسوا واحدة زي القمر. اوعي تفتكري ان انا بعكسك، انا بقول الحقيقة. ايوه كده اتحكي اتحكي. ثلاثة بالله العظيم ما في حاجة في الدنيا دي كلها تستاهل ان الواحد يحرق دمه عشانها. انا ما رضيتش اتكلم معاك وانت سخنان يا توفيق. قلت استنى لما تهدى شوية. من امتى بنخش في عراك احنا بين المسيحيين والمسلمين؟ ها؟ من امتى؟ مالنا احنا ومال الكلام ده؟ زي تروح الخواطر الشرق وانت شايل سلاحك، انت ناس انت مين؟ افرض حصل لك اي حاجه مش كنا هنشيل طارق؟ اعجل يا توفيق اعجل، حط عجلك في راسك، سايق عليك النبي. لا لو كنت قلت لك ما كنتش هترضى. عموما حقك عليا. انت بتراضيني كيف العيال ولا ايه؟ لا انا مش عارفك. قل لي من امتى بتخش في عركه بين المسيحيين والمسلمين؟ ها؟ مالك انت وماله؟ ده انت حتى ما بتركعهاش، ده انت بتصلي الجمعه كسوف. ولازمته ايه الكلام ده عاد؟ كل الحكايه ان كامل ولد علي ايوب سخني، قلت اقف معاه، محدش عارف يمكن نحتاجه بعد كده، يبقى مقدمين السبت معاه. يا سلام، انت بقى هتحتاج كامل في ايه باذن الله؟ هقول لك. تعرف الخمس جراريت اللي جار كنيسه بني خاطر الشرقيه؟ ايوه عارفهم، دول بتوع بنات شحاته اللي قاعدين في مصر. الله ينور عليك، بنات شحاته دلوقتي عايزين يبيعوا، ويعقوب الدلال قال لي، وقال لي كمان ان الاقباط عايزين يشتروهم عشان يوسعوا الكنيسه. ايوه ودخلوا ايه ده باللي انت عملته؟ عايز اشتريهم، ولو دخلت عليهم الاقباط هيزودوا عليا، محدش هيساعدني غير كامل. اشمعنى الخمس جرانيت دول مرشوش عليهم سكر؟ ما الارض على جفا من يشيل موجوده في كل حته. تحتيهم اصابع طولت خير ان شاء الله. جديده دي، وانا اول مره اقعد مع ابوكي ومطول، ما احنا طول النهار وشنا في وش بعض. يا بس انا حاسه ان المره دي ان انتوا بتخططوا الحاجة. هو صح ابويا ما كانش يعرف انك رايح في عركه الاقباط؟ لا ما كانش يعرف. جرالك ايه يا مره انت؟ من متى وانت عم تحجج معايا؟ انت تعرف ان انا من الرجاله اللي تقف قدام الحريم تقدم لهم تقارير؟ لا يا اخويا انا ما طلبتش منك انك تقدم لي تقرير، ولا سالتك مره رايح فين ولا جاي منين، بس صراحة ربنا كده السكة اللي انت ماشي فيها دي جديدة عليك. من امتى يعني يا اخويا بتتحمج عشان الاقباط؟ ولينا مين في بني خاطر الشرقية عشان تتحمج عشانه وتاخد سلاحك؟ اوعى تقول لي انك رايح تدافع عن الاسلام والمسلمين. انا عارفاك كويس، ان ما كانتش الخطوة فيها مصلحة ليك صح ما تخطيهاش. مالك انت روح ولا ما روحش؟ اوعى اسمعك تقول الكلام ده التاني، فاهمة ولا لا؟ هتعرفيني النهاردة بنت عمي ولا ايه؟ واني عارف اخد منك حق ولا باطل؟ حقك عليا يا ابن عمي، انا غلطانه، انا بس عايزاك تربي ولدك وتجوزه. انا غلطانه وبت بنت خواطر، بنت خواطر اللي رجالتهم كلهم سبعه ونسوانهم اشرف نسوان. مالك يا مره خايفه ليه؟ من ميته واحنا عم نخاف. بعدين اطمني، انا كنت قاعد مع ابوكي نتكلم في مشكلة الضرائب، رايحة شكوى للوزير إن إحنا عم نتهرب من الضرائب، المشكلة دي لو ما لقيناهاش حل هنخش في دوامة ملهاش عازة. خلاص
ارتحتي؟ يلا قومي عاد اعملي لنا كوبايتين شاي. لا بلاش الشاي عشان ما يسهركش وانت هتصحى بدري. اصحى بدري ليه؟ عشان حكاية الضرايب يا توفيق. اه صح. ايه المرة دي؟ برافو برافو يا اخت تريز، وصف تفصيلي هايل للكارثة اللي حصلت لك. لازم اعلامنا يكون واعي ويبص للمشكلة بزاوية صحيحة، والتمييز ضد المسيحيين هو اساس المشكلة. اي بقى تحليل تاني يبقى كلام فارغ، والدليل على كده الحوادث اللي بتحصل. يعني كل اللي كتبته هيطلع في البرنامج؟ طبعا طبعا. مش عارفة ليه حاسة في صوتك كده شوية تردد. دقة الملاحظة اكتر حاجة بتعجبني فيكي. يعني في تردد؟ انا مش متردد، لكن عايز اغير بس شوية من الكلام اللي مكتوب عشان ده ممكن يغلوش على الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها. طيب حضرتك عايز تغير ايه؟ يعني مثلا الجزء اللي مكتوب عن السواق المسلم ماله؟ نحذفه. بس ده اللي حصل فعلا، كان في سواق مسلم وهو اللي انقذني، ده حتى وصلني من غير ما ياخد اجره، وقال لي كمان ان مراته محجبه بتقع في نفس المشكله. مصدقك طبعا، بس ده هيضعف تاثير الحلقه. اي واحد هيشوف الحلقه هيقول هنعمل لها ايه، شويه عيال صيع ما نعرفش بقى اذا كانوا مسيحيين ولا مسلمين، وجي في الاخر واحد مسلم هو اللي حماها. شفتي بقى تفرق ازاي؟ ايوه بس كده هنقع في الكذب. على الاطلاق كده هتبقى رساله البرنامج صافيه وما فيهاش تشويش. شوف انت كام بنت مسيحيه اتخطفت ومحدش سال فيها، شوف المسيحيين قد ايه مضطهدين ومحدش بيسال فيهم، بيعتبروهم اقليات. عاجبك انت الكلام ده يا اخت تريز؟ برضك كده يا كامل تخلع قلبي عليك يا ولدي، ولا كان له لازمه اللي حصل ده؟ واحد متعلم زيك وابن عيله يمشي ورا شويه واغش ويضيع روحه؟ ما حصلش حاجه يا حجه. ايه اوعى يكونوا المخافي بتوع امن الدوله مدوا يدهم عليه. قلنا ما حصلش حاجه يا حجه. لا حصل، حصل يا كامل يا فندي، حصل. ما حصلش حاجه يا ابوي، زي ما رحت زي ما جيت. بذمتك ودينك انت مصدق نفسك؟ انت حياتك من اصلها مخربطه. في واحد في اللصنص يسيب محاضراته ويروح يعمل فيها شمحطي؟ يا راجل فيش حد في بيت ايوب كله عمل عملتك. انت طالع لمين يا راجل؟ الحج. طالع للحج يا ابوي. انو حج؟ جاي تولع في البلد وقول لي حج؟ جاي تصحي الفتن اللي اندفنت وقول لي حج؟ جاي تتكلم وتنبش في حكاية الارض اللي لا انا ولا انت حضرناها وقول لي حج؟ يا راجل خف من ربنا، اتق الله يا ابوي. لو حضرتك عايز تاخد الكلام لوحدك ماشي، عايز تسمعني انا جاهز. اديه ماشي. قومي قومي اعملي لي كوبايه سم هاري، خلينا نفوق للباشا. حاضر حاضر يا اخويا، بس بالراحه. ده اللي حيلتنا. ايوه واللي حيلتنا ده عم بيهد في حيلنا. عمرك قدرت انك ولدي الفرضاني؟ عمرك فكرت في المعنى ده؟ ماشي اتفضل اتفضل يا مولانا اتكلم، علمنا الدين من اول وجديد، وبربنا واحد من كفار الطائف اللي حدفوا سيدنا النبي بالطوب، لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل. شوف يا ابوي، ما ينفعش ان النصارى يستفردوا بالبلد لوحده. بنقتلهم ونقابل ربنا بدمهم؟ هو ده يبقى صح؟ لا يا ابوي، نقوم نوقفهم عند حدهم، هم اشتروا الأرض بالتدليس والغش. طيب اللي شهدوا على الكلام ده مش موجودين، ماتوا. احنا ولاد النهاردة، احنا ولاد النهاردة. كلمة احنا ولاد النهاردة دي يا ابوي معناها ان احنا نعالج الشواشي ونسيب الجدر مجير. انا سكت يا ابوي، غيري مش هيسكت، والنهاردة عركة وتلمت بكرة عركة ومحدش هيعرف يلمها لحد ما كل واحد ياخد حقه يا ابوي. خلاص الجول، انت ناوي ان امن الدولة يفتحوا لك دفتر عنديهم؟ ياد هم سابوك الدور ده، الدور الجاي مش هيسيبوك. عارف يا ابوي هم سابونا ليه؟ سابونا بعد ما سابوا النصارى، بعد ما اقباط المهجر ضغطوا على سفارة الامريكان وسفارة الامريكان اتكلم، فقالوا نسيب المسلمين. بقينا يا ابوي فوق البيعة كمالة عدد. يعني شوف ياد،
انت الكلام معاك يشل. قوم روح امتحاناتك، اما تاخذ الشهاده انا اللي اكلم تاني معاك. قوم خد شايك يا اخويا، خد شاي. شاي ايه؟ ولدك مشربني من كعاني. فهميني، اذا كان الواحد مش باقي على روحه انا لا يمكن ابقي عليه. قولي له فهميه، قولي له انا بمين. ما ذكرناه عن تعرض الاخت تريز للاختطاف هي محاوله ضمن عشرات الم... انا نعيش في نور. الناس اللي بتفهم قالوا لكل فعل رد فعل، ومعنى الكلمة دي في الحالة اللي احنا فيها اننا لو عملنا اي حاجة ضد المسلمين هم هيردوا، نقوم احنا نرد، وبكده يبقى دخلنا برجلينا في موال ملوش اول ولا اخر. طب والحل بقى ايه يا قدس ابونا؟ انا كلمت سيادة المحافظ وطلبت منه انه القانون يتنفذ على الجميع لحماية الجميع. محافظ ما تخافنيش ابونا، مع احترامي ليك، الكلام ده في الاخر بقى بيتقال عليه ضحك على الدقور، او يعني حاجه كده زي فض مجالس. انما الكلام الصح بقى ان يتقبض على علي كامل ايوب وعلى توفيق خاطر ويتوضبوا لحد الواحد فيهم ما يقف كده في الشارع بحلو حس. يصدق ان انا مش من عليكم؟ خديجه يا حبيبتي، كتر كلامك في الموضوع ده هيخليكي فجاه كده ما ترضيش بقدر ربنا. انت عارفه اللي بيرفض قدر ربنا بيحصل له ايه؟ هقول لك مثلا، مش ممكن طفل صغير يتولد بثقب في قلبه ويفضل طول حياته يتعالج من الثقب ده؟ كان الطفل ده عمل ايه يعني عشان يفضل طول حياته كده؟ خديجه، مش انت اللي اتقال لها الكلام ده؟ عندك حق، الظاهر قدر ربنا ان اتجوز حربي. تتجوزي حربي؟ انت مش لسه من شويه قلتي ان انت بتفكري تتجوزي؟ فكرت وقررت ووافقت، وان شاء الله هقول له يجي يقابل بابا حسن عشان يطلبني. ايوه ايوه حاضر 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 حاضر. ايوه ايوه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه حد يفضل نايم لغايه دلوقتي؟ ايه النوم ده كله؟ اتفضل يا عم ابراهيم. اتفضل اتفضل تعالى اتفضل. تعالى يا عم ابراهيم، بقول لك اتفضل هنا، رايح فين بس؟ تعالى. ايه ده ايه ده العفره دي كلها؟ ايه ده انت ما نظفتش الشقه دي بقالك قد ايه؟ انت بتعمل ايه يا عم ابراهيم؟ هنظف يعني هعمل ايه؟ هعمل لك يعني صينيه بطاطس ولا حله محشي؟ هو انت ايه اللي جابك؟ يعني قصدي طالما انت جاي كنت قول لي اعمل حسابي. اصل انا النهارده عندي حصه. حصه يعني ايه؟ حصة عم ابراهيم، يعني عيال جايين ياخدوا عندي درس انجليزي. وهتاخد منهم فلوس؟ ده بعد اذنك يعني. لا ما ينفعش ما ينفعش ابدا، هما العيال الصغيرين هيقعدوا ياخدوا الدرس في وسط العفره والكركبه دي، ده حتى الدرس ما يخشش. ايه السعاده اللي انت فيها دي؟ دروس ايه اللي ما تدخلش وانا هتجوزهم يا عم ابراهيم؟ ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ اللي انت بتقوله ده هو اللي ما ينفعش. بص ده منهج ولازم انا اخلصه. طب انا عندي حل. اتفضل. اقعد انت مع الولاد واعمل لهم المنهج، وسيب لي بقى انا امنهج لك الشقة. امنهج لي؟ جدع يا دي يا كاريوكا. سايق عليك النبي، بلاش كاريوكا دي، احسن تاخد ختم النسر، ساعتها ما عارفش اطلعها ولو بالطبل البلدي. انت عارف يا بغل انت، كاريوكا دي في منتهى الاهمية. مهمة في ايه سعادتك؟ مهمة ان يبقى ليك وشين، وش كاريوكا اللي بيرقص في الافراح يداري على وش كاريوكا اللي بيشتغل معاه. مين ياض يفتكر انك بتشتغل معاه مرشد؟ ولا جنس مخلوق. عارف ليه؟ لان الكل فاكرك رقاصه بس، ولازم يفضلوا فاكرينك رقاصه بس. ايه الاخبار بقى؟ قولي جموس باسيليوس. بتوشوشني ليه يالا؟ علي صوتك يا ابني، ده انت قاعد مع مصدر الامان كله، قاعد مع احمد سلطان. مفهوم يا باشا، الجموس باسيليوس لم اللقباط وعمل اجتماع في الكنيسه. اجتماع ولا بيصلوا؟ اصل هتفرق كتير يا كاريوكا. اجتماع يا باشا، ده في ناس اول مره يعتبوا الكنيسه كانت حاضره. وعرفت منين؟ ليا عين وسطيهم، بينقلوا لي اللي بيحصل حرف بحرف. عموما يا باشا، الناس عم تقول ان سلمان والتكله هرب الخنازير لزرايب في الدير. زرايب الدير. ماشي، نخش بقى على صفحه الفضايح. كله في دماغي، حكيم انا دماغي كان باروتر.
قول يا كمبروتر، وحياة أمي لو قلت حرف واحد عرفه لقلعك بلبوس. كله طازة وغلاوة سعادتك. البت حنان بتتدرس النجار ماشية مع الواد سلفها، وبعد ما حصل اللي بالي بالك راحت للدكتور سقطها. راحت الدكتور سقطها ولا مراتك قامت بالواجب؟ فلتت مننا اللجمة الطرية دي، أصل البت متعلمة وخافت من صباح. وجوزها فين؟ مسافر. غيره؟ الحاج عبد الرشيد أبو غالب، وده يا باشا نمرة ثلاثة في الخواطر بعد الحاج عبد دايم والحاج توفيق. ماله سيزفت ده؟ قاعد يوسوس لمرت واد عمه لحد ما طلقها، وأول ما خد غرضه منه إيه؟ هوب إيه؟ جلع على مصر. خد يخرب بيت أهلك، ده أنت ماسورة مجاري. ياخد عدوينك من يد من إعدامها. أنا مش فاهم تتشرطوا على إيه؟ ده الخواطر عمر ما تشرط عليهم حد. طالما الشرط علشان الخير يا حاج نوافق، وبعدين أنت الكبير، لا أنا ولا غيري هيقول لك كلام زي ده. وما هو عشان الخير اللي يمنع واد عمي وجوز بنتي في نفس الوقت توفيق انه يحضر. بص يا عم الحاج، الحاج توفيق والاستاذ رمضان ريحهم ساخنه شويه، انما انت راجل عاجل نعرف ناخد وندي معاك في الكلام، والكلام اللي يعجبك خده، اللي ما عجبكش ارميه تحت رجليك يا سيدي. كمان يا عم الحاج عبد دايم الشر ده يمشي علينا وعليك. كيف يعني؟ الاستاذ ممدوح فوزي كلامه ما بيعجبكش يا عم الحاج عبد دايم، ما رضيناش نجيبه معانا، قلنا احنا نيجي ونتفقوا مع بعضينا والاتفاق يمشي علينا كلاتنا. اسمع، ساعة العركة الأخيرة يا رب تكون الأخيرة، كامل ابن علي أيوب نبش في موضوع الأرض وفضل يقول مين اللي باع ومين اللي اشترى، وده كلام ما منوش فايدة غير توليع النار. وبعدين سيبه كامل ده عليا، لو نبش في قصة الأرض حقف على لسانه. موضوع الأرض ده هيجيب دم. تهديد ده ولا إيه يا سليمان؟ لا سمح الله يا حاج عبداي، ما اقدرش اهددك، انا بقول الحقيقه. قصدي يقول ان الموضوع خطر شويه. انا مش فاهم حاجه، ناقص ان انا ولد لكم بهايمكم يا بلد. يا حاج، خادم القوم سيدهم، انت لو مضيت الكل هيمشي على غرضك وعلى مرامك. المكسب واحد يا حاج والخساره واحده، عايزين نقضي اليومين اللي فاضلين لنا في ستر ورحب بال. حاضر حاضر همضي، اخد الخواطر كلهم في كلومه واحده، كلومه هم ملهمش فيه. ده عشاننا برضه يا حاج. الحمد لله على بركه الله. الامتحانات هتبدا من بكره ان شاء الله. بصراحه يعني انا عايز اخشها وانا قلبي مطمن. خلاص ذاكر كويس. اذاكر ايه؟ انت فاهم قصدي كويس. دلوقتي انت قلت لي تعالى قبل ابويا، بس ما قلتليش اذا كنت موافقه ولا لا. انا عايز اروح وانا مالي يدي، عايز اسمعها منك، ما فيهاش حاجه. يظهر ان ماليش نصيب اسمعها منك. يبقى على كفه الله، سكوت علامه الرضا زي ما بتقولوا. السلام عليكم. عن اذنك. اتفضل يا خديجه. الحمد لله على السلامة يا كامل. أنت جاي من القطر على هنا طوالي؟ أيوة يا سيدي، لأني نسيت آخد المفتاح معايا. وأخبار بلدي؟ بلد؟ ده سؤال تسأله؟ يا أخي ده اللي سافروا الكويت عرفوا أخبار البلد واتصلوا يطمنوا. بس أقول إيه للأخ الملتزم اللي غرقان في الغرام مع الهانم اللي طلعت لنا في البخت؟ مالك يا كامل؟ مالك داخل زعك فيها ليه؟ أنا كنت محجوز في أمن الدولة أنا وواد عمك وجوز أختك الحاج توفيق، كان معايا هو ونص مسلمين شرق. كرامة للنبي حس بالبلد شوية، أنا سايب البلد بتغلي، ويوم الانفجار قرب. أبويا اتصل وقال لي ما تجيش، درع عليا عشان ما سيبش امتحانات واجي البلد. هي نصرة الإسلام محتاجة إذن أبوك؟ فوق فوق من غيبوبة الهانم، لأن اللي جاي محتاج رجالة قلبها ميت. خلاص يا شيخنا هنفوق، بعد الجواز مش هبقى الحج. جواز؟ جواز مين من مين؟ من منين؟ أنا وخديجة طبعا. عرفي؟ عرفي يا كامل، إيه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ احنا وش الحاجات دي؟ جواز على سنة الله ورسوله. بكره رايح اجاب لعمها، كان نفسي ما اروحش لوحدي، تكون معايا ولا يا شيخ؟
صباح الخير يا ابونا. سعيدة يا ابونا. سعيدة. سعيد. سعيدة. سعيدة. القائد اللي بجد يكون صدره واسع واسمع كل وجهات النظر، فهماني طبعا. مش أول مرة أشرف على رحلة الكنيسة يا ابونا. هحجز لك جنبي يا حبيبتي. شكرا يا ماما. تمام يا ابونا، شور كل الناس ركبت وكل واحد عارف كرسي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الست دي هنا؟ انت تعال خد الشنطه دي. ازيك يا مدام؟ كويسه؟ انا كويسه. بقول لك ايه، نعم. هي الاخت تريزي هتيجي معانا؟ طبعا، ده دي المشرفه على الرحله. انا كده مش كويسه قدامي. اتفضلي. هاي يا ابونا. هاي تريز. في ايه يا بنتي؟ الست دي علمانيه متطرفه، انا مش فاهمه ايه الداعي يعني انها تيجي معانا للدير. لكنها من شعب الكنيسة والدير بتاع الكل. حاضر، ثانية واحدة أبونا، أنا كنت محتاجة جواب عشان عايزة أعمل خلوة. أنت يا بنتي بتعاقبي مين؟ العبادة مش عقاب، العبادة محبة. أنا شفت وشك اتغير لما شفت وداد، حتى لو كنت مختلفة معاها الرب هو اللي بيحاسبها، لا أنا ولا أنت. من فضلك يا أبونا، أنا محتاجة جواب. تريز يا بنتي مفيش فايدة، دماغك أنشف من الصخر. بس عايز افهمك حاجه، المنطقه المحيطه بالدير فيها احداث مش كويسه وغير امنه. انا ما حدش يقدر ياذيني يا شيخ كامل. الظلم ظلمات يوم القيامه، والبنايه مثقفه متدينه وعمرك ما شفت عليها حاجه. كل دي مناقب خديجه بنت يا ابوها. اسمه ايه يا اخ حربي؟ لا تتبع الهوى يا اخ حربي، على راي الشيخ ابو اليسر اللي يتبع الهوى يجيله التهاب رئوي. يا اخي بلاش تحكم قلب، حكم عقلك. انا حكم النص بس. سيد الخلج بيقول تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاسفر بذات الدين تربت يداك. إيه بقى في الأربعة دول موجودين في الأخت خديجة؟ مالها؟ محلتهاش ولا جرش. جمالها؟ طبعا الشيطان مصور لك إنها جمر وإن الزرزور عم يشرب من تحت بطها. أما حسبها فيسد النفس المفتوحة. أما دينها بقى فكشري، رز على عدس على شعرية، لخبيط على بعضيها. على فكرة أنت فاهم الحديث غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما قال الإمام النووي كان بيقول إن الناس بتختار على أساس الثلاثة الأولانيين، إنما هو كان بيفضل الرابعة اللي هي التدين. وأنت ما تنكرش إن خديجة متدينة. إزاي تبقى متدينة وتدافع عن صاحبتها المتبرجة؟ فسرها لي أنت دي. لا أنا فعلا مش فاهم موقفك يا كامل، وقبل كده قلت لك عشان العشرة والصحوبية اللي بينا تدوم ملكش دعوه بخديجه، ما تتكلمش عنها خالص. وهي العشره والصحوبيه تخليك تسيبني ارجع واقف وش النصارى وحدي؟ عشان هنا تقعد تتكلم عن العشق والغرام؟ الحب مش حرام يا كامل طالما غرضه شريف. وراح فين فقه الاولويات؟ لما نتكلم عن العركه يتركن العشق والغرام على جنب. يا حرب انت ضحيت بحاجات كتير بعدم دخولك كليه الشرطه، زي ما كان عم الحاج الوالد عايز، عشان ما تبقاش جندي ينصر دوله الطاغوت. وده موقف انا عمري ما انساه لك ابدا. حربي أنا بعدك لخير كتير إن شاء الله، وسينصر الله بك دينه، وإن غدا لناظره قريب. شوف يا مولانا، عشان يبقى كلامنا سليم وله منهج. يا عيني يا سلام، طول عمرك منظم وممنهج يا أستاذ علي. الحمد لله. الدوسيه ده في اسامي كل اللي غرقوا باليوم والشهر والسنه او كل حادثه بتفاصيلها. فكرك يا مولانا اللي ماتوا كديه كم واحد؟ ها يعني من 70 لـ80. معلش ليك حق تنسى، ما الحوادث الجديده بتنسينا الحوادث القديمة. بالك عم الشيخ، احنا في 10 سنين اللي فاتوا مات منا 685 نفر يا ابوي. وفي يوم فرح البت حسنات بتاع بعاطي مات في اليوم ده وحديه 34 نفر من المعازيم. لا حول ولا قوة الا بالله. في السنة اللي احنا فيها دي مات 14 نفر، اخرهم الواد الغلبان واد ربيع. الصبر من عندك يا رب. حكايه معجزه الصبر، الحكايه عايزه كبري
كبر يخلصنا من البلوى السوداء اللي احنا فيها دي. انا قلت للحاج عبد القادر اشتري معدية، قال لي عايز الخواطر جابوا مركبية. الامر لك يا صاحب الامر. فكرك يا مولانا، انا شاغل بالي بحكاية الغرقانين دول. ليه؟ ليه يا استاذ علي؟ اكتر من 85% من اللي غرقوا شبان. طيب لما الشباب يموت مين يعمر في البلد؟ انا ولا انت اللي بنقول يلا حسن الختام؟ طيب ثلاثة بالله العظيم، لو الحكومة دي ما عملت الكوبري ياخدش اكيها. تشتكي الحكومة؟ تشتكيها لمين الحكومة؟ ابو خالو الدنيا اتغيرت، عدتش كده زمان. دلوقت في منظمات بره وجوه، وانا قتيل المشروع ده وهقومها قيامه على الحكومه دي. ادخل. السلام على الرجال الهمام. وعليكم السلام ورحمه الله. استنى قبل ما تقعد خدها مني طازه وغلاوتك. شوف 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 الشياب هيتكلموا في النكت. سيبك منه، قول على الله تكون جديده. جديده. شوف يا سيدي، قال لك ايه، مره واحد غبطي مسطول دخل المستشفى، لقى مين؟ واحد جسيس محترم زي حضرتك كده. قال له ايه يا ابونا سلامتك، في ايه؟ قال له ولا حاجه يا ابني، انا جاي احلل السكر. قال له يا ابونا السكر طول عمره حلال، يا ريت تحلل الحشيش. لا حلو. حلو كلها انفاس. الله يجازيش طالكم. هي صح، طالما ضحكنا يبقى فيها خير. خير ان شاء الله. نطلع بقى على عبد القادر سمكه اللي عامل زي القرموط، تمسكه باليمين يزفلط بالشمال. ايه نطلع احنا الثلاثه لوحدينا على عبد القادر سمكه؟ فين بقيه الناس؟ كل سنه وانت طيبين. قصدك يا مقدس؟ كله تهرب يا استاذ، بلدنا دي غريبه قوي، مش قادرين نشتري معديتين ولا ثلاثة يكونوا جامدين وجداد، ولا عارفين نجروا على الحكومة عشان تعمل لنا كوبري. أنا هتصل على الحاج عدايم يجي معانا، لو رحنا وحدينا مش هنقدم مصلحة. يوه عايزيه علي أيوب كمان؟ رن 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 خوت الدماغ. ما ترد عليه، يمكن في حاجة مهمة. يا عم لا مهمة ولا حاجة، هم كده بيت ايوب باللت والعجن في دمهم، عايز يورطني يا سيدي في حجوتي الكوبري. ما علينا، خلينا في موضوعنا. اللي هو ايه؟ من صباح ربنا وانت صالبني قدامك، وانا بصراحه كده فهمي على كدي. يا عقوب اقول لك ايه، مبروم على مبروم ما يلفش. اه تعالى دغري يا ابو رمضان. ماشي حجيلك. مشوا على البلد كلها. اكتر ما انتم كواشين. جرى لك ايه راجل انت؟ انت هتشتمني في مقعدي؟ معاش ولك. ابقى على مقاسك. الله زي القمر يا خديج، الفستان هياكل منك حته. عقبالك يا شاري. والله انا بحمد ربنا ان كريم مش زي حربي، والا العروسه تبقى احسن في الحاله دي. ده كلام برضو تقوليه؟ انت شفتي منه ايه عشان تحكمي عليه؟ ولا انت عايزه تسدي نفسها وخلاص؟ والله ابدا، انا اللي سمعته عنه منها هي يسد النفس. ايه ما تتكلمي؟ عاجبك كلام بنتك ده؟ سيبك من كلام بنتي، انا اللي مش عاجبني هو شكل خديجه. ايه خديجه مالك شكلك كده بتراجع نفسك؟ انت مش فرحانه ولا ايه؟ لا لا فرحانه جدا يا بابا طبعا، ده حرب زمانه جاي. على فكره لما تقعد معاه هتعرف وتتاكد بنفسك ان هو حد كويس قوي، ده مثقف جدا بيعرف ربنا. طب يا حبيبتي ربنا يسعدك، احنا كل اللي يهمنا مصلحتك، ويهمنا كمان انك ما تختاريش اي جوازه والسلام. لا طبعا. لا واضح انه محترم جدا عشان بيجي في ميعاده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حربي عبد الدقي. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل. ده جواب من ابونا ابرام، هو كويس نشكر ربنا. ده جواب عشان خلوتك، بس هو محدد خلوتك بثلاث ايام. لو ممكن يا امنها انا محتاجه فتره اطول. انت عارفه يا بنتي ان انا هنا الراهبه الربيطه وباخد تعليمات وانفذها. عايزه حاجه تانيه؟ شكرا، بس لو ممكن كتاب الاجبيه، انا نسيت اجيبه معايا. اول ما تدخلي خلوتك هتلاقيه جوه.
أشكرك. أيوة يا إدوارد. أيوة أختي تريزا، أنا كان نفسي أبقى معاكي، يعني يمكن تحتاجيني في حاجة ولا حاجة. أشكرك. أنا شور شغلت عم إبراهيم عندي، وعلى فكرة عملت له مرتب كويس قوي. كويس قوي، مساعدة الفقراء بتقربنا من ملكوت ربنا. هو إيه الخناقة اللي كانت في الأوتوبيس؟ سلام ونعم. هي أوام قالت لحضرتك؟ غريبة قوي، أصلها وإحنا جايين كانت عايزة تشغل أغاني حب. وإيه يعني يا بنتي الحب؟ ده الله محبة. أيوة بس دي أغاني خليعة. واضح يا بنتي إنك محتاجة تدريبات كتير لضبط انفعالاتك علشان ما تخسريش الناس. يعني برضك عملت اللي في دماغك ورحت خطبتها؟ ايوه. اعتقد كان سيرضي الله ورسوله لو اخترت افضل. اللي عملته ما فيهوش حاجه ترضي ربنا يا كامل. جوازي من البنت اللي بحبها فيه العفه باذن الله. ما تجيبش سيره الله ورسوله على لسانك. قول العشق، قول الغرام والهيام، قول الشيطان اللي راكب دماغك. حاسب يا كامل، انت كده بتغلط. قبل ما اكون صاحبك فانا اخوك. اخوك ولازم تسمعني. السمع والطاعة في الطاعات وبس. الحمد لله انك لسه فاكر. لعلمك بقى جوازك من البنت دي معصية. من امتى كان الجواز معصية؟ خصوصا لو كان من بنت ما حدش بقى ملتزمة. مش هي دي البنت الملتزمة اللي كانت عم بتوزع كتاب وزارة الاوقاف بتاع النقاب عادة وليس عبادة؟ هي ولا مش هي؟ لو كانت زي ما عم بتقول ملتزمة ما كانتش توزع كتاب كتبه علماء السلطان. ما اتناقشت معانا بهدوء وبالحجة وانا اقتنعت برأيها. شوفي الله ده ذهب. انا من ميت عم اجيب لك صفيح. حلوه معاكي، لكن بكره ضامنه هيبقى ايه؟ لا محدش ضامن حاجه، عشان كده لازم حقك يبقى قدام عينيكي وتحت يدك. مش قلت لك في كلام مخبيه ورا ظهرك؟ ارسه ورسيني تكسب فيها ثواب، وعلى قول الحاجه عندي هات من اللي في الجعر. يعني دلوقتي ينفع اقول لك ان صوابعك زي بعضيها؟ لا ما ينفعش. طيب طالما صوابعك مش زي بعضيها يبقى اخواتك كمان مش زي بعضيهم، فيهم وفيهم. سيبك من حرب، ده ذكر محدش يقدر يقرب عنده، لكن اختك تحيه ما بتخلفش وجوزها عنده شيء وشويات، ينفع يبقى لها زيك؟ لا. ونفس الشيء اختك هنا بنت بنوت، بكره هيبقى لها حياه تانيه بعيده عنينا. ايه الحديث الماسخ ده يا توفيق؟ عايز نطلب ورث من ابوي وهو على حياه عينه منور بيته؟ ما عندكش حق يا واد عمي. ما تبقي جلاليه وعلى نياتك. امال ورث ايه؟ حد جاب سيره الورث؟ وما تجيب سيرته ليه؟ ريح قلبي يا توفيق. رمضان ده مش ولدنا الوحداني، بيقعد فين كل يوم؟ في شون تسيده بوصفه ايه؟ ضيف او حد واقف يساعد؟ لا، دورك يا ست الستات انك تفهميه بالراحه وبشويش انه مش ضيف، انه صاحب ملك. وكل ده ليه من اساسه يا توفيق؟ ليه دي بتاعتي انا، وبكره تعرفي دماغي عم تفكر في ايه. تشكر على الذهب يا ودعان. نايم انت ومستمخ وسايبنا هريوانكت. نايم ايه وبتاع ايه؟ حد بيجيله نوم يا حجة؟ انا بس مقيل كده عشان اريح جتتي ساعتين. والله ما انا عارف اقول لك ايه يا كبير الخواطر ولا اتصرف معاك ازاي. انت عايزه تقولي ايه؟ عايز اعرف ولدي حربي ماله؟ ده وحيدي. بقول لك ايه يا عندية؟ مش عندية. ما هي عندية دي يعني حاجة رقيقة كده الناس تحبها، لكن فردة الطوبة اللي قاعدة جنبي يا دوب عندية. بالله ريجي. أقول لك ايه؟ ويمين الله ولدك بخير. ولماه بخير. كامل كلمك في التليفون ليه وقال لك ايه؟ الله، بيسأل عن توفيق. هو توفيق مش كان معاهم في مباحث امن الدوله؟ اقول لك ايه بقى، انا مش مصدقك. قدامك حلين، يا تضربي دماغك في الحيط يا تاخدي الموبايل وتكلمي ولدك.
أنا عمري ما فكرت في الفلوس بالطريقة اللي أنت بتفكري بيها دي. حتى لو كان تفكيرنا مختلف، مش معنى كده أبداً إن أنت ما تعزمني على عشوة بالشيء الفلاني إن أنا هبقى فرحانة، ده مكسب شهر كامل. لا 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 لا، وكلكم بقى غير معرض العربيات اللي إحنا دخلناه، عمال تنقي وتختار كأنك هتخرج واحدة منهم. بصي يا دينا، مشكلتك إن أنت واحدة بتبص تحت رجليها وبس، أنا بقى ببص لقدام. عشان كده قررت إن أنا أشتري العربية دي عشان تساعدني في الشغل بدل لف كعابي. وهتجيب فلوس العربية دي منين إن شاء الله؟ من البنك، أبويا هيضمني في البنك. أمال إيه فايدة إن هو موظف حكومة؟ ولا قصاد يا مسيو سلاح؟ من أرباح الشغل الجديد. إيه؟ الشغل الجديد؟ أنت بتتكلم بجد؟ عند مين؟ أيوة يا ست، اشتغلت وهجيبك تشتغلي معايا، بس مش حتة بياعة ولا مندوبة صغيرة، هيبقى ليكي نسبة في الأرباح. نسبة من الأرباح قد إيه؟ لا لا لا، أنت أكيد بتشتغلني، كل ده عند مين إن شاء الله؟ عندي طبعًا، وأنا هشغلك عند حد غريب يعني، بس ما تسأليش عن فلوس التأسيس، ها؟ كلها شهر 45 يوم بالكتير. وهتلاقي صلاح ده ملك السوق. بجد يا صلاح؟ انت عندك الشهر 45 يوم؟ يا بنتي امال ايه؟ ده اقل شهر عندي. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. طوبى للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون. طوبى للرحماء لانهم يرحمون. طوبى لأنقياء القلوب لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. طالما دخل دماغ بابا حسن يبقى مفيش أي تردد. أنا قلت من الأول الولد ده ابن ناس، دخل البيت من بابه، وكمان جاهز، يعني ممكن يتجوز بكرة. مش زي ناس مقضينها فسح على طول. مقضينها فسح على طول، ده تلقيح عليا انا وكريم بقى يا ست ديحه. ماشي خلاص، حربي ده اجدع راجل فيك يا مصر. ايوه كده، ناس ما تجيش الا بالعين الحمراء. يا بنت اقفي جنب اختك، دي داخله على دنيا جديده. لا يا ماما، بصراحه شيري دي الحب كله، وبعدين احنا ان شاء الله هنبقى نسايب، يا ابني ياخد بنتها يا ابنها ياخد بنتي. بس ثانيه واحده بقى يا جماعه، تعالى يا حبيبي، تعالى يا حيله، روحوا جنب امك اخويا. اسمعوا الخبر الجديد، البيه عايز يشتري عربيه وعايزني انا اضمنه، يعني اخرتها اضمن واحد نصاب عشان اتحبس. يا بابا مش هتتحبس، مش هتتحبس، انا كل اول شهر هجدك الاقساط بنفسي. لا يا صلاح، ما تاخدش بابا لسكتك ابدا. ما تقعدلنا في حته ناشفه يا ست الحاج، محدش طلب رايي. الله، هو يقول حق دلوقتي يطلع من البلد دي ولا ايه؟ عايز تشتري عربيه قطر طياره يبقى من جيبك، ما تدخلش بابا في الموضوع. ربنا يهديك يا ابني حبيبي، لما نخلص موضوع اختك نبقى نشوف هنعمل ايه. لا هنشوف ولا ما نشوفش، ولا بعديه ولا قبليه، نشوف حد غيري ينصب عليه. يعني تيجي معانا ونرجع من غيرها؟ انا اعمل ايه بس يا امال؟ واحده عايزه تتعبد اقول لها لا؟ بالذمه ده يبقى اسمه كلام. اسفه يا جماعه، الاخت تريز دخلت الخلوه، مش هتقدر تقابل حد. اكتر من 1000 رماهم في حجر يعقوب، وقال له اول ما نمضي لك الحلاوه الكبيره. يا بوي 1000 مره واحده يا ولاد الصرم، بس الارض دي هتعمل مشكله. يلا ياكش تولع. مش انت شجيان معاه طول عمرك وفي الاخر ما بينوبكش غير الفتافيت. صبرك بس، دي بكره هتجب. احنا البيت ده هنجيبه من جدوره ونبنيه بالخرسانه. والغرزه هتبقى ولا كفريريا من بتوع اسيوط. لقيت كنفياك عشان تصدقي دي فلوس من احمد بيه سلطان، حطيهم على اللي قبليهم. بقول لك المجعزة هتحصل. يا خيبك راجل، اسمها المعجزه، المعجزه يا راجل. طيب يا بتاعت المدارس رشدي، ايوه اسخن لك شويه ميه ولا تعبان؟ تعبان بشر ضرب حصان يا باشا. فاضل يا باشا، ما عنديش طاقه ابص في ورقه، قول لي الملف اللي في ايدك ده فيه ايه. يا باشا، مطلوب الموافقه على ترميم 3 كنائس في اسيوط، وعايزين يبنوا كنيسه جديده في قريه تبع ديروت. طبعا لو وافقنا الدنيا هتولع، ولو ما وافقناش برضه هتولع. دبرنا يا ريس. هو لو ربنا ياخد المسلمين مني. علمني يا باشا. مصدري بني خاطر قال لي ان الخنازير نقلوها زرايب الدير. انا مش غبي، عايز افهم. هنلعب في الدير يا حضره الزار. أنا لو جيت الواد الصغير انفلونزا الخنازير دي مش هقدر عالجه، كفاية عليا مصاريف الدروس الخصوصية بتاع الواد الكبير. فلوس إيه؟ يحرق أبو الفلوس، يعني إحنا كنا هنخلف العيال ونكبرها
عشان تمشي الحلالي فتموتها. ما تقلقوش، احنا مش هنمشي من قدام الدير غير لما نرسى على بر، بس انت اول ما الحكومة تاجي ما تخافوش. والحكومة هتمشينا ليه؟ هي ملاش عيال تخاف عليها زينا ولا قطعة الخلف؟ الله ينور عليك، بس الحكومة مش هترضى بالوضع، مش قادرة تتكلم، يبقى نتكلم احنا. مش هنطاطي مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. 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 في ايه؟ مين الناس اللي تحت دول؟ المسلمين جايين يفتشوا الدير عشان الخنازير. خنازير؟ خنازير ايه؟ وايه علاقة الخنازير بالدير؟ هنعمل ايه؟ ابونا بيعمل اتصالات. يا سيادة الله، واللي بيحصل ده كارثة، وكل اللي في الدير على اتم استعداد يستشهدوا في الدفاع عنه. اهدى ازاي يا فندم وفي لا يقل عن 200 واحد بره الدير محاصرنا وعايزين يقتحمونا؟ ازاي يا فندم؟ انا عارفة ان قداسة تكلمك، بس أنا بعتبر مكالمة لحضرتك دي بلاغ رسمي. خلاص يا فندم، هنشوف هنشوف يا سعادة اللواء، هنشوف. مع السلامة. أنا أول واحدة مستعدة أموت ومحدش يجي جنب الدير. أكيد عيلة الخواطر هما اللي حرضوا البلد، البلد دي ما بتتحركش من غيرهم. ربنا موجود، إحنا استنى الأمن أحسن، إحنا عمرنا ما كنا بتوع عنف. لكن الدفاع عن النفس حق مشروع، مش معقول هنحط ايدينا على خدنا ونستنى لحد ما يقتحموا الدير ويقتلونا. في واحده راهبه سمعت محامي اسمه ممدوح فوزي مسيحي كان بيقول ان هو حذر الدير بالهجوم ده لانه كان متوقعه. ازاي ما خدناش بالنا بالتحذير ده؟ يا تريز يا بنتي، الموضوع معقد اكتر مما تتخيلي. ربنا موجود. مش هنطاطي مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. مش هنطاطي مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. مش هنطاطي مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. منين عملت ايه؟ الحمد لله عكيت شويه في السؤال الاجباري، صعب قوي. كل الدفعه عكت في السؤال الاجباري، اكيد الدكتور هيراعي دوت في التصحيح يا رب. طب وانت عملت ايه؟ تقلقيش عليا، انا مش ناوي يعني على تقديرات كبيره، كل اللي يهمني اني اتخرج عشان ابدا الجزء المهم في حياتي. ربنا يوفقك. ما قلتليش الاستاذ حسن رايه فيا ايه؟ عجبته يعني ولا كان عايز لك عريس من مصر؟ لا 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 خالص، بالعكس قال عليك طيب وابن حلال. طب الحمد لله. انا ناوي ان شاء الله بعد الامتحانات هسافر البلد، هجيب اهلي عشان يقعدوا مع الاستاذ حسن ويتناقشوا في التفاصيل بتاعه الجواز. اه طبعا لازم طبعا يتناقشوا مع بعض في التفاصيل ونشوف بقى اهلك عايزيننا نجيب ايه من الجهاز وكده. جهاز ايه؟ الجهاز بتاع العروسه. ما هو اكيد في تفاصيل كتير جدا لازم نتكلم فيها، بس نخلي اهالينا بقى هما اللي يتكلموا. هو انت يعني مفيش فرصه انك ترجع تفكر تاني في انك بعد ما تتخرج تستقر في مصر؟ خديجه، انا قلت للجبل كده ان ده ما ينفعش. اهلي مستنيين اليوم اللي اتخرج فيه عشان اعيش وسطيهم. وبعدين بصراحه ما يصحش ان كل واحد يجي يتعلم في مصر يسيب بلده ويعيش هنا. عندك حق، وانا على فكره معجبه بقرارك ده جدا، بس انا بصراحه خايف. خايف من ايه؟ خايف بعد الجواز تفتح معايا الموضوع ده تاني. يا خديجه، انا وحيد اهلي وابويا ملوش غيري، عايزك تبقي فاهمه ده كويس. ما تخافش. تعرفي اول ما اوصل البيت هتوضى واصلي ركعتين شكر لله عشان ربنا قسمني ليكي. يا ندى، الولد عنده اللوز وهي اللي مسخناه، ما تقلقيش. روح انت بس للدكتور وانا هتابعكم. بقول لك الولد مش حاسس باي الم في زوره، انا خايفه عليه قوي يا سلطان. يا حبيبتي ما تقلقيش. طب انا 10 دقايق بالظبط وهكلمك عشان مشغول شويه. هتنسى كالعاده، انا رايحه لوحدي مش عارفه اعمل ايه. يوه يا حبيبتي هكلمك والله، هرجع اكلمك بعد شويه صغيرين. يلا باي باي، مع السلامه. وحشتنا ابو خالو. خلاص يا عمنا، عرفنا ان انت بقيت صعيدي اصلي، ولا عشان اعمل لي قهوه حلوه هتخلع لي كتفي؟ والله يا حازم متقطع، عامل زي اللي راسه على السلم،
ال 24 ساعه لا عارف اعيش صعيدي ولا عارف اعيش قاهري. لو شفتني وانا بتعامل مع الصعايده هتموت من الضحك. عارف يا سلطان، لو معاك مراتك وابنك هنا متهيالي الحياه هتبقى مختلفه شويه. مراتي يا سيدي مش عايزه تيجي، اهلها في مصر زي ما انت عارف، ومدرسه الولد الموضوع ملعبك يا ابو خالو. مش جو جديها يا ابو خالو، انت برضو عامل شغل كويس هنا، وكل اللي في الجهاز بيتكلموا عن مجهوداتك اللي هنا. من الاخر كده يا باشا مسيطر بجد حازم بجد. احنا اي نعم اصحاب ودفعه واحده، بس انت عارف ما بهركش في الشغل، وكل اللي بقوله لك بجد. طب يا اخي قدروني ونقلوني على مصر، على الاقل اقعد جنب مراتي وابني. الموضوع ده تعبني قوي يا حازم. ما تقلقش يا سلطان هاني، والحركه قربت، وانت السيده اللي عارفين اللي هو عناني بيحبك، وممكن يجيبك جنبه في مصر. يا ريت والله، عشان انا بتقطع يا حزوم. مش عايز اقول لك حياتي كلها هنا اتحولت لصراعات وخلافات ودبش وحاجه نيله. الملف اللي انا شغال عليه تقيل قوي. انا عارف يا سلطان، وبمناسبه الملف ده كنت عايز اقول لك كلمه كده. 10 يا معلم. انت عارف يا سلطان، موضوع الفتنه الطائفيه ده موضوع عامل زي حقل الالغام، يعني لازم تبص مطرح ما تحط رجليك قبل ما تحطها. دي تنبيهات ولا صحوبيه؟ انت عارف ان انت غالي عندي يا سلطان. صحوبيه طبعا. طمنتني. اصل الجماعه في مصر مش فاهمين ان الصعيد هنا ليه وضع خاص. الموضوع يبان زي سطح البحر بيلمع وهادي، لكن تحت منه براكين لما تنفجر يا معلم تاخد الكل في وشها. كلامك ده مقلق، انت كده قلقتني على البلد كلها مش على الصعيد بس. حاكم انت عارف الفتنه دي عامله زي الفيروس، بتتنقل عن طريق الهواء. يا سلام عليك يا حازم، طول عمرك تقول المختصر المفيد. فعلا الفتنه الطائفيه زي العدو، وعلشان تسيطر عليها لازم تلعب معاها، لازم طرف الخيط واخره يبقى في ايديك، والا البلد هتولع. كده انا مطمن عليك، وانت قدها ودود يا سلطان. سلطان قلب الاسد يا معلم. ماشي يا معلم. اسمع، انا كنت عايزك في موضوع مهم. اتفضل. باي. ما عملتيش شاي لرجلي ليه؟ مش مالي عينيك اياك؟ وما يملاش عيني ليه؟ ده في عيني سيدي الرجاله كله. اصيله صباح. طب روحي روحي، شوف ام رمضان عايزاكي في ايه. روحي. عيني. اسمع يا سيدي الرجاله، انا داخل على موضوع جديد وعايزك تاكل معايا لقمه عيش حلو. انا عينيا ليك يا حاج، بس يعني ان كان الموضوع عن تلاشه اللحمه فانا يعني بعد اذنك عندي راي. قول يا ولد الناصحه. اللحمه المتلجه مش عم تتاكل يا حاج. اللحمه اللي ما كانتش مقطوعه من على السيبه مش هتتاكل واصل. افهم يا بجم، التلاجه هيبقى فيها لحمه صابحه للي عايز. ايوه. ولحمه برازيلي مستورده للناس الفجاري اللي مش قادرين. المهم ان بني خاطر هيبقى فيها لحمه السبوع كله مش يوم السوق وبس. فهمت؟ ايوه صح صح يا حاج، بهرتني بهرتني يا حاج. صح. امسك خد دول حطهم في جيبك وهقول لك تعمل ايه. ما تخلي يا حاج الا قول لي يا حاج، مش هتروح تشوف موضوع الدير ده؟ الخلق واقفه محاوطه من الصبح، والحكومه هناك ترش الملح ما يندلع. ملناش عازه في الموال دي، خلينا في مصلحتنا. ايوه مصلحتنا. سعادة الباشا، احنا لا متطرفين ولا ارهابيين، حاشا لله. احنا جايين هنا ندافع عن صحة الناس الغلابة دول اللي انفلونزا الخنازير كل يوم تاخد عيل من عيالهم. من وراء يا رجالة، الحكومة فين الخنازير اهي؟ الحكومة فين الخنازير اهي؟ الحكومة فين الخنازير اهي؟ الحكومة فين الخنازير اهي؟ ساكت ليه يا احمد باشا؟ يرضيك الكلام ده؟ الدير ده مكان مقدس. طب انا هعمل ايه سيادتك؟ ما انا واقف معاك عشان احمي الدير اهو، هعمل ايه اكتر من كده؟ الدير اللي ربي يحميه يا باشا، لكن اي حد هيتهور ويدخل انا مش مسؤول عن اللي هيحصل. الناس جوه مستفزه على الاخر، وانا منعهم من الخروج. طبعا انتوا عارفين ان كل اللي بيحصل ده ضد القانون، وانا مش عايز اخد اي اجراء. فكده بدون مشاكل كل واحد يروح على بيته، والا حد امر للقوات تفرقكم بالقوه. مش هنخاف مش هنطاطي، احنا كرهنا الصوت الواطي. 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 يا سعاده الباشا، انت مدير امن المحافظه، يعني لازم تطبق القانون. والحكومه قررت ان هي تذبح الخنازير على مستوى الجمهوريه، يعني احنا هنا عشان نطبق القانون. وانت عايز ايه بتاع القانون؟ هم 10 دقايق لو ما مشيتوش احنا لازم ندخل نطلع الخنازير اللي في سرايب الدير دي يا باشا. نعم يا اخويا. وانا الاسقف، وبقول ان معايا تكليف من قيادات الكنيسه بحل المشكله دي.
وبقول إن اللي يدخل الدير بحب واحترام وأدب مش مستحيل. أنا حاسس بيكم يا إخوان، أنتم خايفين على أولادكم وإحنا كمان خايفين، وكل اللي وصل لكم ده إشاعات ملهاش أساس، لأن المسيحيين زيكم خايفين على عيالهم من المرض الملعون ده. لكن ده مكان مقدس زي الجامع بالظبط، وعشانك ده وعشان تطمنوا وقلوبكم ترتاح، أنا هدخل الدير مع السيد مدير الأمن واختاروا من وسطيكم 4 أو 5 يدخلوا معانا. أنا موافق على الكلام ده، ودي مبادرة كريمة من نيافة الأسقف. اختاروا كده شوفوا مين اللي هيخش معانا، اتفضلوا. أيوة يا أستاذ ناجي، أيوة جاهزة جاهزة أدخل على الهواء. قولي إن الشرطة واقفة وما عملتش حاجة. أيوة مساء الخير. الوضع في الدير سيء جدا، المسلمين محاصرين كل مكان. أيوة إحنا جوه الدير ومش عارفين نعمل إيه. السبب؟ السبب مضحك جدا، بيقولوا إن المسيحيين مربيين جوه الدير خنازير. طبعا دي مش معلومة وصلت لهم ولا حتى إشاعة، دي تلكيكة، تلكيكة عشان يقتحموا الدير بيها. عموما أنا هجمع بعض المعلومات وارجع أكلمكم تاني عشان محدش يقول إن إحنا بنهول ولا بنقول إشاعات. مفيش حاجة في إيدينا نقدر نعملها غير إننا نفضل في الدير عشان نحميه. أخت تريز، طيب ممكن نعرف إيه دور قوات الأمن؟ يعني في قوات أمن كفاية تقدر تحمي الناس من الهجوم على الدير؟ الأمن موجود بس بيتفرج، شايف الناس عمالة بتخبط على الدير هتكسر الباب وبرضو واقف بيتفرج. شكرا أخت تريز، ونتمنى ليكي ولكل إخواتنا في الدير السلامة. أنا مش مصدق، يعني إيه الأمن واقف يتفرج؟ فاصل يا جماعة ونعود علشان ما يقولوش إن إحنا بنولعها. شفت يا إدوار؟ شفت؟ يا ما قلت لها بلاش، برضو ما فيش فايدة. معلش عمل عمي، صلي صلي عمل عمي، وأنا كمان حصلي عشان تريز وعشان كل اللي في الدير. يعني أيوة أيوة يا مال، أنا شفتها، ما أنا كلمت معاها برضو ما سمعتش الكلام. طيب يا مال، لما أجي البيت يا حبيبتي هنتفقى. السلامة سعيدة مبارك. عم رمي، أنا هسافر بكرة. لا هسافر بكرة عشان أطمن على تريس وأطمنها. هطمنها بصراحة يا خديجة، أنت غلطان. إزاي توعدين إنك هتقدري تساهمي معاه في الجهاز وإنت عارفة ظروفك كويس؟ ما تزعليش مني، يعني إحنا أصحابك وإنت عارفة إحنا بنحبك قد إيه. يعني كنت عايزاني أعمل إيه؟ أقول له ما عنديش أهلي يجهزوني؟ هو الشيخ حربي ابن حضرة العمدة اللي فاكر بيتهم من أول جنينة الحيوانات لحد أسوان، مستني بقى عروسته لما تيجي تجهزه وتجيب له بوتاجاز ولا غسالة. يا بنتي ما تقولي هزار، أنا فورطة بجد. طب والمصحف ما بهزر، فكك منه. يا بنتي إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ إحنا جايين عشان نظبط الموضوع مش نفركش الحكاية. على فكرة شكله فشار كبير قوي على فكرة، وبكرة هيجي يقول لك استنينا 5 6 سنين لحد ما نكون نفسنا. بلا نيلة، ده زي مقاطيع مصر كلهم. بلا. يا بنتي حرام عليكي، ما تخفي عليها شوية. انا بفكر حضرتك يا فندم بطلب الاجازه بتاعي عشان ما اتخطفتش قرب. ربنا تم بخير، الف مبروك يا رشا. ميرسي قوي يا فندم. اهلا مساء الخير. يا مساء النور، اتفضلي. طبعا استاذن حضرتك. اه اتفضلي، ما تقلقيش، يوم السبت ان شاء الله هتكون الاجازه خلصت. متشكره جدا، مع السلامه. هو انا جيت عطلتك ولا ايه يا بابا؟ لا اوعي تقولي الكلام ده. عطلتيني ده ايه؟ ده انت فرحتيني ونورتيني وشرفتيني. بس طمنيني الاول، ايه في حاجه زعلتك وجاي تقولي عليها، ولا وحشتك وجاي تطمني عليا؟ وحشتيني. وحشتك الصراحه. يعني انا جيت علشان اكلمك في موضوع كده، وكنت عايزه اكلمك فيه لوحدك، قصدي يعني بعيد عن دوشه البيت. قولي يا ستي، كلي اذان صاغيه. اصلا انا اتكلمت مع حربي النهارده وهو قال لي حاجه كده، وانا رديت عليه بس شكلي اتسرعت، ندمت على اللي انا قلته له. ايه خير؟ قلت له ايه؟ هو قال لي ان هو هيجي يطلبني هو واهله مني، وقال الكلمة الشهيرة اللي أنا ما بحبهاش دي، هناخدك بشنطة هدومك والجو ده. فأنا اتحمقت الصراحة وقلت له لا، أنا طبعا أهلي هيجهزوني. وبعدين حسيت إنه ما كانش من حقي يعني إن أنا أقول كلمة زي دي. صح عليك، ليه بتقولي كده خديجة؟ أنا هجهزك أحلى جهاز أخلي الصعيد كله يضحك بيه. أنا مش هدخلك بيت جوزك إلا وراسك مرفوعة. بابا أنا عارفة الظروف كويس أوي. لا ظروف ولا جوابات، أنا عامل حساب. حسابك على إيه بس يا بابا؟ انت لسه لحد دلوقتي ما خلصتش جهاز شيرين، وصلاح طبعا اكيد لازم تساعده علشان يعني يستعد لمستقبله. وخديجه
ما هيش بنتي ولازم برضو اقف جنبها وساعدها واجهزها احلى من شريك كمان. عيب ما تقوليش كده. انا هكلم مامتك اخليها تجهز نفسها وتنزل معاكي عشان تروحي بقى تنزل وسط البلد وتنقل الحاجات الحريم مني. ها ايه هتكسفي مني ولا ايه؟ طمني يا حبيبتي انا اقسمت انك ما هتدخلي بيت جوزك الا وانت جاهزه من مجاميعه وراسك مرفوعه. انا مش عارفه الحقيقه من غيرك كنت عملت ايه. ولا احنا والله عارفين من غيرك برضو كنا هنعمل ايه. كنتوا هترتاحوا من الغم اللي انا عاملاه لكم ده. بص عليك عيب ما تقوليش الكلام ده. طب هو انا ممكن اسال سؤال اخير؟ او اتفضلي سالي. مين بقى البنوته اللي زي القمر اللي اول ما دخلت قالت لك من اذنك يا استاذ حسن وقامت خارجه؟ لا يا حبيبتي العب غيرها مش هينفع معايا الكلام ده. ما تخافش مش هقول لماما مديح. لا يا حبيبتي قولي لها انا عارف مامتك بتثق فيها ومش هتصدقك. والله كبرت يا خديجه. خلاص يا حبيبتي انا هكلم مامتك خليها تستعد بقى عشان تنزلوا وسط البلد تشتروا الحاجات اللي انتوا عايزينها قبل الزحمه. ربنا يتمم لك بخير. شكرا يا بابا. خلي بالك القعدة هنا بالمشاريب. شكرا يا ست. إلا قوليلي هو مش عايز يجي يعيش معاكي في مصر خالص؟ تصدق إنه بيغير عليا؟ سيدي يا سيدي إلا قوليلي السعيدة لما بيغيروا بيعملوا إيه؟ ولا حاجة بيضربوا بالنار. خلي بالك يا خديجة أنا عايزاكي تحطي النقط على الحروف من الأول. أي ضعف قدام حربي هيتفهم غلط. عندك حق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا كريم؟ ازيك خديجة عاملة ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام. انت كنت بتنمي عليا مع خديجة. ما تخليك واثق من نفسك شوية. كنت بتنمي. الله اصل كان مزعلني امبارح بالليل في التليفون علشان كده على راسه بطحة. معقولة اتزعل القمر ده؟ قمر ايه؟ امال انت تبي ايه؟ كوكي. بقول لك ايه انا قدامي ربع ساعة واخلص هتاخدني انا وخديجة بعد كده عشان نتعشى سوا ولو معكش فلوس اسلفك الناس لبعضها برضه. كفي نفسك كفي نفسك انا موافق. بس انا بقى لازم امشي. ليه؟ علشان هخرج انا وماما تشتري لي شويه حاجات من وسط البلد. اوبا ماما بتظبط مواعيد من ورايا. عاجبك كده؟ معلش خلونا نمشي وانتوا بقى روحوا اتعشوا. خلي بالك على نفسك. ها شكرا ما تزعلهاش تاني. عيني. الو ايوه دكتور. ايوه بس انا ما اقدرش اقعد بالليل يعني الحته هاديه قوي. خلاص ماشي حاضر حاضر مع السلامه. في ايه؟ دكتور ماهر مش جاي فدكتور رمسيس بيقول لي اكمل مكانه. بقول لك ايه يا اما هتقعد معايا يا اما هتخلص مشاويرك وترجع تاخدني عشان اروح. سواق ابوكي انا عشان خاطري. لازم تعوضيني عن عزومه كان هيعزمها لي كريم وشيرين النهارده. كريم وشيرين يعني كانوا هيعزموكي على ايه؟ ده كبرهم فول وطعميه. خلاص اعزمي كان على ايس كريم. ايس كريم؟ لا يا اختي انا كسف اكل ايس كريم في الشارع وحتى لو كلته سناني هتقوم عليا وانا مش قدها. خلاص لب وزدان يا حبيبتي مش وقته. ركزي كده وشوفي المحل اللي يعجبك عشان تلحقي تشتري اللي نفسك فيه. ربنا يخليكي ليا انت وبابا. باباك يا حبيبتي كان مديني مبلغ عشان خاطر تشتري اللي انت عايزاه وكان فاكر انه هيكفي ما يعرفش ان الحاجه ولعت نار. بس امك بقى واعيه انا خدت فلوس الجمعيه اللي انا قبضتها اخر مره وحديها لك دلوقتي عشان تشتري اللي نفسك فيه. لا 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 خلي الفلوس في الشنطه انا هختار وانتي حاسبه. يا حبيبتي انا بغلط في العد. خدي الفلوس انتي معاكي. لا انا عايزه انقي كده واقول لهم حاسبوا ماما. ماشي يا روح ماما.
الولد سخن. انا مش عارفه اعمل ايه، الحراره كل شويه نازله وطالعه. حاسس بايه يا حبيب بابي؟ فاكره بتوجعني قوي ودايخ. انت اكلت حاجه من بره؟ وصلت ايس كريم من المحل اللي جنبينا. ده كلام يا هانم. يعني اعمل ايه يعني يا سلطان؟ اربطه في رجلي السرير اللي قدامك ده كل شويه عاوز حاجه حلوه عاوز حاجه حلوه، ولو قلت له لا يخرب الدنيا. مش احنا اتفقنا انك راجل البيت، وراجل البيت ده لازم يسمع الكلام ولازم ياخد باله من صحته عشان تقدر اللي انا فيه من غيرك. يا حبيبتي والله مقدر، ان شاء الله قريب جدا هتنقل هنا على الجهاز في مصر وساعتها هبقى معاكوا على طول، بس لغايه ده ما يحصل ما قدامناش حل غير اننا نستحمل. سلطان احنا لازم نروح مستشفى حالا. نستنى الدكتور يحيى. جه امبارح وما عملش حاجه، وارجوك بقى ما تقوليش لازم اروح اسيوط. لا يا ستي اطمني، انا كلمتهم وقلت لهم اتاخرين. يلا قومي البسي خلينا نروح المستشفى. حاضر. انا ضد دخول اي حد الدير تحت اي ظرف من الظروف، احنا كده بنفرط في كرامتنا. مش بعيد المسلمين يخترعوا اي حاجه تانيه غير اشاعه الخنازير دي عشان يقتحموا بيها الدير ويقولوا اصلنا عايزين نفتش. انا بنفسي سمعت ناس منهم بيشتموا وشام تانيين لما مدير الامن فتش الدير. الغريبه نيافتك ان ضابط امن الدوله كان واقف يتفرج علينا من غير ما يعمل اي حاجه. انا عارفه ان هو واخد موقف مني من ايام الانتخابات عشان رفضت اقابل مرشح الحزب الوطني، بس ما كنتش متصوره ان الشر اللي جواه يوصل بان هو يشمت فينا ويسيب الناس تهاجمنا حتى من غير ما يحاول يوقفهم. حد عنده كلام تاني؟ الرب يحميكم ويحمي الكنيسه، حرصكم على الدير وخوفكم عليه حاجه تفرحني، لكن اسمعوا لابد انكم تعرفوا قيمه التسامح. نيافتك احنا اتكلمنا بما فيه الكفايه، نسمع المره دي. المسيح قال من اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك اترك له الرداء ايضا، يعني تكون مستعد مش بس انك تعطيله الثوب بس تديله الرداء كمان. بيقول من اراد ان يسخرك ميلا اذهب معه اثنين، هو ده التسامح اللي بيكون في الحق الشخصي ما بين اي اتنين مختلفين على اي حاجه. لكن هل من حقنا ان احنا نسامح في حق الكنيسه؟ انت شكلك مش صعيديه وانا اول مره اشوفك. الاخت تريز مكرسه جايه تعمل خلوه هنا في الدير. ان من اروع الفضائل يا بنتي فضيله الحكمه. الحكمه باب التفوق والنجاح، وما اجمل ما قال سليمان الحكيم: الحكيم عيناه في راسه اما الجاهل فيسلك في الظلام. وانا عارف انك اتألمت كتير، لكن الالم ده افضل بكتير من اثاره الفتنه. احنا شعب طيب وبنصدق كل حاجه بتتقال لنا، عشان كده من الحكمه يا ابنائي اننا نبطل كل حجه للخصم وكل اكاذيب ليه. اقتنعت يا تريز ولا لسه؟ شفت من ساعة ما قالت لي اقفلي التليفون عشان انا مشغولة وهطلبك ما طلبتنيش، قافلة تليفونها مش عايزة ترد عليا اهو. استني بس، شايفة الجرانين بتاعت بكرة فيها ايه؟ بيقول لك خلاص الاحداث خلصت والناس مشيت، يعني الدير وهي في امان، وادوار هيسافر بكرة كمان يطمن عليها ويطمنا. طب لما هي في امان ما بتردش عليا ليه؟ قافله تليفونها ليه؟ هي ناس ان ليها ام قلقانه عليها. يا امال يا امال، قلت لك 100 مره قبل كده تريز مش بنتنا. اي نعم احنا بنحبها وبنخاف عليها، لكن برضو في النهايه هي مش بنتنا. تعمليش في نفسك كده يا بنتي. نعم مش بنتنا. مش بنتنا ازاي؟ ده احنا اللي ربينا، احنا اللي سهرنا، احنا اللي تعبنا، احنا اللي بكينا لما كانت عيانه. تيجي دلوقتي تقولي مش بنتنا؟ لا طبعا بنتنا، غصب عنها بنتنا، وافقت بنتنا، ما وافقتش برضه بنتنا. انا اضمن من ان هي كويسه دلوقتي. يا حبيبتي يا بنتي عايزه اطمن عليها. يا حبيبتي يا بنتي امال، مش في نفسك كده، حقك عليا، انا ما اقصدش. بني خاطر شرق وغرب طول عمرهم اهل وحبايب وعشرة عمر، وانتوا عارفين مين. اقول الحق ثلاثة بالله العظيم او حد السيف على رقبتي. اللي عندك معروف يا ابو كامل،
انت علمت ولادنا كلنا، لعمر واد قبطي شكى منك ولا واد مسلم كبر وراح الجامعة الا وانت استاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. يا رجالة احنا كلنا اخطأنا لأننا خالفنا أمر الله سبحانه وتعالى، صدقنا الكلام اللي معلهوش لا برهان ولا دليل، لكن الحمد لله ربنا وقد الفتنة وكفاية أنها وصلت لحد كده، ولا إيه يا حاج ربيع؟ يا مولانا اللي مد ولدي يعني حتة من كبدي، ولو حد منكم كان مكاني مش كان عجله هيطير ويعمل زي ما عملت وأكتر؟ أنت راجل مليح يا ربيع، ونزلت على ولدك زي ما يكون واحد من عيالي، ربنا يعلم. طول عمرك أصيل يا أستاذ، أصيل، وزي ما بيقولوا في الأمثال ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه. آه، قصدك على الزقلة اللي خدتها في دماغي؟ ما تخافش علي أبو إبراهيم، أنا دماغي ناشفة. هلا قول لي يا علي، هو البن خلص من بيتك ولا إيه؟ الله، أنت مش عارف إن أنا كيب قهوة؟ اطمن يا مولانا، قهوتك في الطريق، انت الخير والبركة. الله يبارك فيك. انا النهاردة كنت مع الجمص باسيليوس في العصرية وقلت له ان البلد كلها لازم تقعد مع بعضيها، ما عايزينش نستنى الحكومة تبعت لنا موظف ولا حتى المحافظ نفسه، هيجوا يعملوا ايه؟ يقعدوا يبوسوا ببعض وبعدين يمشوا، واللي في النفوس يفضل في النفوس، ولا ايه يا بنوب؟ عين العقل يا عم الشيخ، انا مش عارف مين اللي عاوز يشعللها بيننا وبين بعض. النهارده برضو طلعت اشاعه ان الدير فيه خنازير، الناس راحوا والا لازم يدخلوا ويفتشوا، وفي الاخر خمسه منهم دخلوا مع مدير الامن والاسقف، لا لديو خنازير ولا حتى خرفان. طلبت كتير، تليفوني كان مقفول. انت كنت نايمة ولا ايه؟ لا ذاكرت ولا نمت، انا كنت مع ماما في وسط البلد. خير كفل الشر. الحاجة تعبانة ولا ايه؟ وانت فاكر ان وسط البلد دي كلها دكاترة بس؟ انا كنت معاها عشان بشتري شوية حاجات. طيب يا ستي، تعيشي وتدوبيه في عرج العافية. ماما عملتها لي مفاجأة، قالت لي يلا يا عروسة تعالي بقى لما اشتري لك شوية حاجات علشان لما يجي يخطبك تبقي جاهزة بشنطة هدومك، واول ما تكتبوا الكتاب نخلص منك على طول. من حسن حظنا، لو كان عليا كنا اتجوزنا وسبنا الامتحانات. على فكره بابا مستنيكوا علشان يعني لو حبيتوا تتكلموا في كل تفاصيل الجهاز هو جاهز. تفاصيل ايه؟ هو بعد جوازنا في اي تفاصيل؟ طب سيبني بقى عشان اعرف اذاكر، مش مذاكره ولا كلمه من ماده بكره، ادعي لي بس اعرف اخلص. ان شاء الله هتخلصي، اجري المعوذتين وتوكل على الله. ونعم بالله. سلام. وبعدين في الكلام الماسخ دي، وانت يا تحية فكي وشك يا بنتي من التكشيرة دي، جورتك اشتكت. خلقتك دي لو مش عاجبكم اسيب لكم القعدة. بص يا اما، انا بنتك تحية دي حرمتها على نفسي، ما ترمي عليها اليمين احسن يا ناقص. في واحدة تقول عن أختها الكبيرة كده يا بيت، ده من بعدي مش هتلاقي غيرها. الست هانم مش محتاجة حد مننا واصل، مستكفية بسبع البرومبا اللي حطت الخواطر كلهم في جيبه الصغير. سامع يا أما السكر اللي عم ينقط من خشم بيتك؟ قومك تعلسان يا بنت أبوي، قومي عشان ترتاحي، ده أنا لو ضرتك ما كنتش تعملي معايا اللي عم تعمليه ده. عملت معاكي إيه؟ على رأي المثل، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هص منك ليه؟ انتوا فاكريني عجز ولا ايه وما اقدرش عليكم؟ لا، وكتاب الله المجيد احطكم تحت رجلي واهرسكم هرس. ايه شغل العيال دي؟ دي قالت ودي عادت ودي قالت ودي سوت ودي عملت. ياما خليكي حجانيه مره في حياتك. كسر حجك، انا امكم كلكم وما اقدرش افرق بين واحده والتانيه. وفرض اختك الكبيره فشت فيكي بكلمتين، حقها هتقومي ورجلك فوق رقبتك وتحبي على راسها. لا ياما،
هي اللي غلطت في حاجي كده ظلم. الكبير يغلط كيف ما هو عايز، ده شرعنا وجنوننا من قديم الأزل. مش هتعرفين أنت الصح فين والغلط فين يا شملولة؟ وبعدين إن مسكتوش والله في سماه وكتاب الله هوضبكم كيف الجزار ما بيوضب الدبيح. جاتكم الجرف، قومي قومي حبي على رأس أختك. مساء الخير. مساء الخير. حضرتك على الشيف الدخل. ما ينفعش، أنا أسفة. ما ينفعش ليه؟ ما حضرتك فتح المحل لغاية دلوقتي. محل إيه يا أستاذ؟ دي صيدلية. طب بعد إذنك عشان أخويا تعبان وعاوز الشيف ده. ما ينفعش أصرفه لك، لأن الدواء ده جدول مخدرات، يعني لازم روشتة من الدكتور. حضرتك يعني انت ما بقاش مسيحيين ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدواء ما فيهوش مسيحيين ولا مسلمين، وتفضل امشي دلوقتي بدل ما اطلب لك البوليس. هاخد الدواء، انا هاخد الدواء. اتفضل مش هديهولك. طب هات الشريط بدل ما اشوقك. انت كويسه؟ الحمد لله. ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ابدا، كان عايز دواء مخدر، ولما قلت له انا عايزه رشته الدكتور راح مطلع المطوه في وجهي وقال لي ايه انت مش بتبيع المسيحيين ولا ايه؟ العبيط ده مش شايف ان صاحب الصيدليه مسيحي؟ بلاش الكلام الزباله ده. اولا احنا لازم نبلغ البوليس، ثانيا مفيش سهر في ام الصيدليه النحسي دي، واللي اسمه ماهر ده يجي يشوف شغله. طيب حاضر، بس بلاش حكايه البوليس دي بليز. يعني ايه ده واد مسجل خطر واكيد متسجل عنده؟ ده مسيحي يا كريم. يعني ايه مسيحي؟ ما تقوليليش مسيحي ولا مسلم، ده انت مواطن وهو مواطن. يا كريم اهدى لو سمحت، حكايه تافهه زي دي هتتقلب لفتنه طائفيه، وفجاه الاقي امن الدوله بتنطني وشويه الفضائيات بتصور وروح انا بقى في الرجلين. وتموتي؟ ده كان هيقتلك. خلاص يا كريم عشان خاطري ننسى الموضوع ده بليز. اقفل بقى يا حربي، كفايه كده. انت عارف احنا اتكلمنا كام مره النهارده؟ يا ابني احنا بقالنا ساعه بنتكلم. طب يلا اقفل ونكمل بكره. ده دماغ الصعيده ناشفه قوي، يعني انا لو قلتها هتقفل؟ طب ماشي. يا سيدي وحشتني. اقفل بقى. سلام. الله الله الله، ما انت ليكي في النحنحه اهو، كبرت عصفور وطلع لك سنان. انت ازاي تدخل عليا من غير استئذان؟ انت ما بتحرمش؟ ايه الباب كان مفتوح. لا كان موارب. يعني كان مفتوح. وبعدين بقى سيبك من الباب والاقفال، خلينا في جو رومانسيات اللي انتي طلعتي شاطره فيها. طب يرضيك امشي وانا زعلانه منك؟ زعلانه مني ايه يا بنتي؟ وانا ايه الجم؟ رايح فين؟ يعني اكون رايح فين؟ رايح اشم هوا، طالع ارتاح على السرير ساعتين ثلاثه، فيها ايه دي؟ ايوه استنى بس، اصل انا متحمله امانه لازم اقولها لك. قولي يا عناديه. كم مرة قلت لك ما تقولش الاسم ده؟ أنا اسمي عندية مش عنادية، العناد ده عند الخواطر بس. وبعدين أنا طول عمري زي حتة الملبن الطرية معاك. طب قول يا حاجة عجينة وطرية. قول ما بدالك، على قلبي زي العسل. الأمر لله، من قبل ومن بعد. قول يا حاجة عايزة تقول إيه؟ اصبر عليا بس، أنا هحكي لك. أنا النهاردة رحت أعمل الواجب في الست أم محمد سالم الله يرحمها. الله يرحمها. أول ما رحت الستات اتلمت عليا، سابت الجنازة ومسكت فيا، اللي تبوس على دماغي واللي تبوس على يدي. لا والناب، إيه العذرة طلعت لهم؟ ما أنا عمال أقول لك استنى عشان أحكي لك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. صبرنا، قولي. قصدهم إيه من ده كله؟ أيوه. أقول لك أنا. قولي. إن أنا أتوسط عندك إنك تروح عند المحافظ وكبارات البلد معارفك وترجع من عندهم وفي يدك تصريح بنا الكوبري. استنى 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 استنى، الكلام اللي بتقوليه ده كلام نسوان ولا كلام الرجالة؟ وأنا مالي ومال كلام الرجالة، كلام نسوان الجنازة كلهم طلعوا في نفس واحد وقالوا محدش هيمشي الموضوع ده غير الحاج عبد الدايم كبير البلد، في ايده يمشي الحكومه يمين وشمال. ما تنساش يا ابو حرب ان النسوان دي موجوعه، كل واحده منهم فقدت عيل لما غرق في النيل. وانت بقى قلت لهم ايه؟
قلت لهم هبلغه واللي فيه الخير يقدم ربي. طب اقول لك شيء وتعتبريه سر؟ انا عمري كشفت لك سر؟ شوفي الكوبري ده لا الحكومه عايزه تعمله ولا اللي في شرق عايزين يعملوه ولا اللي في غرب حد، ده قصه طويله. فهمني ربنا يسترك. شوف يا ستي في ناس لا مؤاخذه سوى في شرق او في غرب يعني ما عرفتهمش الكوبري اتعمل لانهم بيشتغلوا لا مؤاخذه في الاثار والمخدرات وبلاوي سودة بعيد عنه. وإيه اللي جاب ده للكوبري؟ أقول يعني فرضنا مثلا واحد زارع له لا مؤاخذه فدانين حشيش كويس؟ واحد بلغ عنه الحكومة عم تياجي وتركب العوامة وتعدي النيل يكون عارف وخبى كل حاجة، لكن لو فيه كوبري الحكومة تطب عليه في دقيقتين يبقى هو لو اتبنى الكوبري يضرب جوح على دماغ اللي عمله. يا عيني مش هيفرحوا بالكوبري. دي من ناحيه الاهالي. اما من ناحيه الحكومه فعندها حسبتها. اللي هي بقى؟ وانت عايزه تفهمي كل حاجه مره واحده؟ هقيل لي ساعتين ثلاثه كده واقوم اقول لك، لكن اللي يقول لك قول له انا قلت الحاج وخلصي منه. يعني كل الكلام اللي داير على ابونا الكوبري ده هيطلع على مفيش. ادي انت قلتي على مفيش. مسلمين تاني؟ عايزين ايه المسلمين؟ يسوع يا عطرة في ايه يا ابني؟ عايزين انت وهو؟ انا جاي النهارده انا واهل البلد الطيبين دول عشان نطالبوا بحقنا. حقكم؟ وانتوا ان شاء الله بقى مسلمين ولا مسيحيين؟ كلنا اكبار. يعني كلكم اكبار؟ امال ايه التظاهر والتجمهر اللي انتوا عاملينه ده كله؟ خش يا عادل بلغ الناس قول لهم مفيش حاجه طمنهم. امرني حضرتك. اسمعوني بقى بمختصر المفيد كده، انا عايز افهم ايه المشكله. اشتكينا كتير 100 مره ان حد يسمعنا مفيش. يا ابني قلت لك انا عايز افهمه باختصار. كل دول مستاجرين ارض من الدير، نمنا وجمنا وسمعنا الخبر من الدير انه هيرفع الايجار. طب هنجيب منين؟ ده احنا ناس غلابه. يعني علشان الايجار بتعملوا التجمهر والتظاهر ده كله؟ ما احنا لو كنا لقينا حد يسمع لصراخنا ما كناش عملنا لا مظاهرات ولا يحزنون. بس هنقول ايه؟ هو الفقير كده لازم يولع في نفسه عشان الناس تحس بيه وتعمل له حساب. وانا هقدر مجيتكم دي ومفيش زياده، بس من السنه الجايه في زياده. بابا لما يا ماما امال جرى لهم حاجه؟ لا 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 ده هما كويسين جدا مفيش حاجه يعني. امال انت جاي ليه؟ لا ما هي طنط امال الحقيقه كانت قلقانه عليكي يعني عشان موبايلك على طول مقفول، وانا كمان الحقيقه لا يعني قصدي كلنا مش يعني كلنا كنا قلقانين عليكي طبعا، فانا قلت اجي اطمن يعني. نشكر ربنا انا كويسه، بس المسلمين بوظوا عليا خلوتي. لا لا بس على فكره انا عايز اقول لك على معلومه مشهور جدا، يعني اللي بره دول مسيحيين. انا عارفه، بس المسلمين اصل المشكله. الحكومه بتاعتهم سايباهم فقراء وكمان قطعوا عليهم الميه، فمش لاقيين بقى حته مايله غير الدير. لو سيدنا كان رفض التفتيش ما كانش كل ده حصل. أنا بصراحة أول ما شفتهم خفت. لا 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 مش خفت يعني، هو أنا انشفت في مكاني بصراحة. أنا قلت بقى هيطلعوا لي سلاح ويضربوا، بس نشكر ربنا يعني جت سليمة. كل شعب الكنيسة لازم يتحد علشان نشوف حل جذر المشكلة دي. كل يوم والتاني مشكلة، وكل مشكلة أعقد من أختها. هما المسلمين عايزيننا نسيب البلد فعلا ولا إيه؟ لا أنا عايز أقول لحضرتك إن مش كده الموضوع خالص. طب أنا شغال في مدرسة معظم اللي فيها مسلمين وبيتعاملوا معايا عادي جدا، وعلى فكره يعني بروح اديهم دروس في بيوتهم.
طيب انا هسيبك عشان ترتاح عن اذنك. انا بس عاوز حضرتك يعني تكلمي طنط امال تطمنيها عشان هي قلقانه جدا يعني، وانا بعد ما ارتاح من المشوار يعني كنت عاوز اتكلم معاكي في 5 مواضيع مهمين جدا بصراحه، يعني في شويه مشاكل كده عايز اخد رايك فيها. بمشيئه ربنا. الميه حلوه قوي. ناوي عليها حليتها؟ ناوي اخش في الميه وتارها ويط. طب انزل معاه هذا صمويل عشان الطيران ياخدكم ويبحر، نعمل لكم جنازه الوحده الوطنيه. اول ما اقول لكم صباح كله يطب. صباح. انت يا ادب بالجزم كده يا رمضان، الله لا اقول لامك. وانت يا ادب صمويل انت في ايه؟ بقيت هتغرق وكده، الطياره واخدته وماشي. ادي رشدي تاخد الزلاليب والموبايلات بتوع المحاريك دول وحصل لي. هو انا ليه اخترتك انت يا اخت تريز؟ يعني عشان اكلم حضرتك وافتح صدري واقول اللي جوايا؟ لانك الحقيقه انسانه يعني مثقفه متدينه وفاهمه الحياه وليك نصيب كبير عند ربنا. نشكر ربنا. كمل. اكمل ايه؟ كمل. يعني هو كل واحد في الدنيا يعني محتاج يبقى في حد معاه، ما ينفعش يبقى لوحده يعني حد يتكلم معاه، حد يخرج معاه، يبقوا في بيت واحد، يعني بيت واحد اللي هو الجواز يعني. انا عايز اتجوز. وماله؟ معلوماتي ان احوالك الماديه تسمح انك تتجوز. احوال الماديه كويسه، انا بكسب كويس جدا على فكره. ما انا بقول لحضرتك، هو لو في واحده يعني متدينه مثقفه فاهمه للحياه يعني يا ريت. دور واكيد هتلاقي. لو تحب اكلم ابونا ابراهيم يشوف لك واحده من بنات الكنيسه. اوكي، بس بنات الكنيسه كلهم عايزين يترهبنوا. وده عيب؟ لا طبعا مش عيب، بس هو يعني لو كل البنات اترهبنوا حضرتك كده المسيحيين هينقرضوا. من فضلك تتكلم عن الرهبنه اللي هو خلاص الروح بشكل افضل من كده. لا والمسيح مقصود، صدقيني يا اختي ريس انا مقصودش. عندك مشاكل تانية؟ ايه؟ طبعا في الحقيقه انا يعني انا بحب الرسم جدا، بس انا ما بعرفش ارسم. لا يعني انا ما بعرفش ارسم غير الحاجات اللي انا بحبها يعني. ما بتحبش اباء الكنيسه؟ ارسمهم. ارسم القديسين. ارسم العذراء. اوكي مفهوم طبعا، حاجات عظيمه والواحد يبقى سعيد وهو بيرسمها يعني، بس الواحد ممكن يحب حاجات تانية برضو ممكن يرسمها يعني. اقعد مع نفسك يا اخ ادوارد وهات العهد القديم واقرا اول اصحاح في سفر التكوين، هتلاقي نفسك بترسم حاجات في منتهى الجمال. في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خاربه وخاليه، ودعا الله النور نهار والظلمه ليلا. هو انا قلت من الاول مفيش فايده، وبتقعد تتكلم مع نفسك في الاخر وبتروح يعني زي روح بقى روح روح. لا روح. جرب 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 جرب. مزاد الحاج عبد الدايم للجلاليب والمناطير المعتبره والمحامين. وجرب جرب ابن اصول. والله يا رشدي الكلام ده عنديك في المنظره بتاعتكم. اهنه محكمه، اللي عايز يستر نفسه ويرجع محموله يدفع 5 جنيه، وده حكم سيدك الحاج. وفي كمان 5 جنيه غرامة، ودي عاد ليا. طب واحنا نجيب لك منين واحنا عريانين؟ يا عيني على البل وما نشمش. تعاطفك لوحده مش كفاية، اتبرع ولو بجلابية. اوعى الجرموط يعضك. في ايه؟ هاتي. السلام عليكم يا رجالة. سلام عليكم. الله يحييك يا حاج. اتفضل. ايه؟ ايه هاد انت؟ ما عملتش اللي اتفقنا عليه ليه؟ خايف ولا ايه يا كريوك؟ هتتبسط. هتتبسط يا حاج توفيق. ما نشوف يا اخويا. اهلا وسهلا بيك يا اخت تريز. اعرفك بنفسي، ممدوح فوزي، محامي ومدير مكتب اسيوط لحقوق الانسان. اهلا وسهلا. حضرتك طلبت تقابلني؟ طبعا. لاني عرفت موقفك الشجاع اثناء محاوله اقتحام الدير. وعرفت كمان من اللي حضروا اجتماع الاسقف ان رايك كان ضرورة اتخاذ موقف رادع لاعتداءات المسلمين سواء في بني خاطر أو هنا في الدير. أي حد شاف اللي حصل كان هيعمل زيي وأكتر كمان. ما هو مش ممكن هنفضل نتضرب ونقول معلش لازم نسامح علشان الوحدة الوطنية. على رأيك، ده الوحدة الوطنية دي لو كانت بني آدم وبينطق كانت صرخت من اللي بيحصل للمسيحيين في مصر. أدينا بنحاول وكل واحد بطريقته. أنا بس اللي بيعصبني
الناس اللي هم فاكرين انهم لما بيسكتوا عن المشاكل والمصايب اللي بتحصل انهم كده بيحلوها، مع انهم هم كده بيعقدوها. انا سمعت مداخلتك في قناه النور المقدس يوميها. انت تعرف حد هناك؟ ايوه انا بشتغل معاه، مع ناجي اسعد. حضرتك تعرفه؟ اعرفه، ده صاحبي وشقيق عمري، وعلى فكره شغلك معاهم هيفيدنا كويس جدا وهيسهل مهمتي. خير يا استاذ. الحرب على المسيحيين ابن عم توفيق. طب تعالى اقعد معانا واسمع، وانت اول ما تسمع كلام ربنا قلبك هينشرح تقف معانا كتف بكتف. بصراحه يا كامل انا مش مطمن لحكايه انضمامي للجماعه دي، وبعدين احنا لسه طلبه ما نعرفش عنهم حاجه، ممكن امن الدوله يضايقونا في التعيين، وانت عارف انا ما اقدرش اشتغل في البلد غير مدرس، غير كده هقعد عاطل بالشهاده وراعي مصالح ابويا وارضه. يا راجل بسم الله الرحمن الرحيم، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. وبعدين ده كلام سابق لأوانه، المهم دلوقتي إننا ننصر ديننا بكافة الطرق قبل ما نقف قدام وجه كريم ويسألنا عن أعمالنا. هاي كلمة بكافة الطرق دي هي اللي مخوفاني. وتخوفك ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله العظيم. إلا إذا كان موضوع الجواز ده واخد وقتك وعقلك. يعني جوازتي خلاص هي اللي هتعطل الصحوة الإسلامية؟ من غير هزار، مش عايزين نختلف حوالين النقطة دي، لأن شكل جوازك بالأخت خديجة خلاص بقى أمر واقع، لكن اختلافنا في النقطة دي مش هيخلينا ننكر إن ديننا في خطر وإننا لازم نحميه وندافع عنه بأرواحنا. طبعا، وأنا قلت لا يا كامل، أنت أكتر واحد عارف حبي وغيرتي على الدين، أنا بس مش مطمن لحكاية جماعة سرية دي، ممكن تجيب لنا مشاكل وانا داخل على جواز. شفت؟ يبقى موضوع الجواز ده هو اللي خلاك تغير تفكيرك، مش دي نبرتك اللي كنت بتكلمني بيها اول ما جسيت نبضك في الموضوع ده. دلوقتي ولسه الموضوع كلام في كلام، شكلك بقيت بتخاف. ده اكتر واحد يا كامل عارف اني ما بخافش غير من ربنا وبس. كل الحكايه اني داخل على جواز، يعني هبقى اب وعندي مسؤوليات، لازم ابقى حاسب كل خطوه في حياتي، ودي حاجه لا تزعلك ولا تغضب ربنا. انت سبتها انت؟ تعال هنا ارمي السلام الاول يا ابو خاطر. واد بنتك جنني دلوك عقل شت، عمل ايه للزيك ده كله؟ سليها ومرزوع هناك، كل ما اكول كبر وعجل يطلع صغير. ما هو جالي على العيال ده ماسخ. نجتينا انت بسكاتك والنبي لما نشوف القصه من اولها. انا هقعد ساعه اقول لك تعال هنا تعال. نعم يا بوي. لكن تنط في جوفه؟ لا اسمع، دي كلمه ومش هتنيها، فاهم ولا لا؟ فاهم يا ابوي. يا راجل ده كفر القناه اللي انت جايبها دي، في ناس قاعده هني عازبه. ايه يا معاذ، يخرب بيت ابوك ويقفل بجالس، انت يعني عايز اللي يتفرجوا المتجوزين بس؟ ايوه يا واد، علشان يتحسروا على الغفر اللي متجوزينه. يا ابوي هموت يا ولاد هموت. مالك يا رشدي؟ مالك يا ولد ابوي؟ مش قادر يا شامر، مش قادر، بطني بطني بطني. يخرب بيت ابوك يا رشدي، انت اكلت ايه يا واد؟ انت طول عمرك هتفضل رمرام كده؟ كلت لحمه ومن ساعتها بطني عم تغلي ومش قادر اقف على حالي. طب قوم يا واد نروحها، مرتك في البيت ولا نبعت حد ينده عليها؟ مش قادر، انا يمزقني لو دايخه، انا يمزق لي لو دايخه. قوم حمل علينا لغايه ما نوصلك. انا اول مره اكل لحمه مسمومه، يكونش سعد لقى المحروق.
خلط اللحمه بالخنازير. يا عم استنى، مش يمكن اللحمه لحم خنزير صح؟ يا جماعه احنا طول عمرنا بناكل من عند لحمه سعد لوجي، ما فيش غيره جزار في بني خاطر من ايام ابوه المجدس لوجي، اشمعنى دلوقتي لحمته باظت؟ دول خافوا الحكومه تاخد الخنازير وتموتها، قاموا ذبحوها وشالوها في الثلاجات لحد ما يصرفوها. ده انا حد قال لي انها بقت تتباع دلوقتي بربع ثمنها. والله ممكن. الله يجرفك يا رشدي، الواحد معدته قلبت. وانت كمان هي شوطة واحد في البلد ولا ايه يا رجالة؟ معدتي. سلامتك يا اخوي، الف سلامة، ان شاء الله اللي يكرهوك. بطني زي ما يكون فيها سم. طب ريح ريح ضهرك وانا هقوم اجيب لك كوباية كمون سخنة تهدي بطنك. تعالي هنا. يا لهوي مالك يا راجل؟ انت خايف عليا قوي كده؟ هي ايه الحكاية؟ انا مش فاهمه حاجه. انا لا عين ولا في حاجه، انا زي الحصان اهو. المهم ما تقوليش مهدوده يا رشدي. يعني عم تضحك عليا؟ طب والناس اللي في الغرزه ضحكت عليهم ليه؟ عايز تعرض غلاوتك عنديهم اياك. توفيق رسم معايا الحكايه دي عشان نشن على لحمه سعد لوكي. عملتها وخدت دول. وتوفيق مال ومال سعد لوكي؟ هيفتح ثلاجه لحمه كبيره هيجيب فيها لحمه وفروج وكبده مجمده. يعني عم تضحك عليا يا رشدي؟ ايوه. طب هات عشان تبقى تاخدني على عماي وتضحك عليا، وانا مهدوده يا رشدي اقول لك، وهفضل مهدوده لحد الشهر الجاي وكمان الشهر اللي بعده. يعقوب الدلال جاب موافقة بنات الخواجة شحاتة على البيع وقاس الأرض فعلا لعبد الحكم أبو غانم. كويس. مش فاهم أنت متوتر ليه عاد؟ خايف لأبو غانم يخنا لو عرف إن الأرض فيها آثار عاد هيطمع فيها. يا راجل بلا لعب عيال، هو معقول ده يحصل؟ بت يا معدولة، سيب الهباب اللي أنت قاعدة قدامه ليل نهار ده وتعالي اعملي القهوة لأبوكي واد عمك. ربنا يوريني فيك يوم يا اللي اخترعت الهباب دي. الواد عينه ليها كسر عناديها. دي غنوة ابوكي لامك لما كان شديد. مال ابوها يا مرات توفيق؟ سيدي رجاله هو مفيش في البر كله زي الخواطر كلها، مفيش زيه في الجري ولا الفلوس. ايه صحيح يا ابوي، انت كنت بتكسر الغوايش بتاعت امي من شده الشوق ليها؟ والله عرفت تربي يا عنديه. بنت يا هاني تعالي هنا ما تجيبلناش الكلام. خليك معاي. انا عايزك دلوقتي ما تظهرش مع يعقوب في اي مكان عشان ما حدش ياخد باله. يا مسهل، عايز اخلص من حكايه الارض دي عشان افوق لمحل بتاع اللحمه، دي هيحتاج تجهيزات ياما. طيب يا ابو الحاج، يا حاج عبد الدايم. سترك يا رب، فين صباح ترد على الغراب ده؟ راحت تطبخ عند مرات محمد مصطفى، عندهم عزومة. عزومة؟ ايوه جاي. يا ابو الحاج، يا حاج عبد الدايم. ايه يا غراب البين؟ مصيبة مصيبة يا ابو الحاج، مصيبة. مصيبة ايه يا ولد؟ ماجد واتصابر حنين. ماله؟ غرق. غرق؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خد دي اللي هيتغرق زيه وتغور في 60 داهية. راح يجيب لك دواء معاك. تتحرق قلبك على اولادك يا سليمان يا متاكله. ملك لله. مين اللي طلعوا الشباب دول؟ نزلوا اول مره ينجدوه ما قدروش، تاني مره غطسوا وجابوه. لولا شهامي واحد ورتني ما هي النفوس برضه معبيه. يا ابو كامل يا ابوي يقطع النفوس اللي معباي للمرضانه. بحر النيل ده ما بيفرقش بين جتة النصراني والمسلم. بحره فاتح حنكه واللي بيطب فيه بيبلعه. هو ده الكلام الموزون. نبطل العراك اللي بيننا
ونبتدي العراك مع الحكومة. هي كل أمورنا كده بالزجلة، مفيش حاجة باللسان، بس نهدى ونبطل نجيب سيرة العراك ونفكر هنعمل ايه. والمسيح أنا هتقطع على الواد ماجد، ولد غلبان وكان نافع أمه، ربنا يرحمه ويصبر أهله. أيوه. وانت يا مجد سليمان، ايه دورك في القصة دي؟ ايه؟ ماني عارف انني البقرة اللي هتندبح، كل عين من الخواطر يغرق في النيل، جتته ودمه يتكبوا في عب سليمان تكله. طب ايه رأيكم عشان ترتاحوا بقى، انا هبيع المعدية لولاد لوكسري، وشوفوا بقى هيركبوكم الدور بكام. يرضيك يا مقدس الزعيق ده في؟ ايه في ايه يا ابو المقدس؟ فضيلة الشيخ سألك سؤال تقوم تهب فيه زي الوبور. بالراحة علينا شوية، ولا انت كل ما محفظتك تتقل دماغك تخف؟ يا ابونا باسيليوس، انا المصايب عمالة ترجع فوق دماغي من اول السنة، ترجع فوق دماغي. المعدية دي فتحة بيتي قوت عيالي. شوفوا يا جماعة، انا شايف ان مفيش حل للمشكلة دي غير الكوبري. يا عبد القادر سمكة، يجيب لينا الكوبري، يا اما الحزب الطين الهباب الوطني ده ما ياخدش ولا صوت لا من شرق ولا من غرب، والمسلم يحلف على المصحف، والمسيحي يحلف على الانجيل. احلني على ما الحكومه تحن علينا او تبني الكوبري، لازم نتصرف. وفرضي لو ابتدوا بنا الكوبري من بكره، قدامك سنه شوف كم واحد يغرق في السنه دي. طب وعندك حل تاني يا استاذ علي؟ حد من المقتدرين يشتري معديه جديده تخدم في البلد. لا، ما حدش هيقطع واكل عيشي، وعايز اشوف مين من الخواطر هيجيب معديه يوريني مرجلته. 155. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حاج. اهو كده حلو قوي، كده انت ولدي اللي حيرفع راسي باذن الله. اقعد اقعد نفسك يا حاج. هادي علاء يا عيد، تحت امرك يا استاذ رمضان. روح هات حاجه ساقعه للحاج، او اقول لك خلي يوم ثلاثه، واحده ليك وواحده لي. تؤمر يا ابو الحاج. استنى انا دماغي مصدعه، مال لي قهوه مظبوط بوش، لو الوش طار حطير رقبتك، فاهم ولا لا؟ فاهم. خليه يعملها على ميه بارده. فاهم يا حاج توفيق. تؤمر بحاجه ثاني؟ روح روح. بقول لك ايه يا ابوي، الدنيا حار، ما كنت خدت حاجه ساقعه تطر بيها على جوفك؟ يا دي انت افهم، انا قصدت ابعت مشوار يتاخر فيه عشان ناخد راحتنا في الكلام. وانا سامعك يا بوي. قعدتك دي كيفتني قوي، كتر التجليب في الدفاتر يعرفك اللي ليك واللي عليك، ويعرفك كمان حاجه مهمه قوي، مين اللي عم يماطل ومين اللي عم يدفع فوري، مين اللي حسابه خفيف ومين اللي عليه تجايل. بصراحه يا بوي انا انتهزتها فرصه، اول ما سيد راح مشوار قلت اقعد اخلص الشغل. يا دي حمار انت، انا عايز قعدتك هنا تكون امر واقع، بعد شويه سيدك مش هيقدر يستغنى عنك. اعرف كل حاجه على رواقه، انت ليك ورث حق امك في املاك سيدك، فهمني يا رمضان. فاهم يا بوي، وربنا يقدرنا فرح قلبك على طول. هيقدرك لانك جدع طيب، عم تسمع الكلام وتعقله. الجميل ساب المذاكره ليه؟ لا الحمد لله، قفلت الماده بتاعت بكره، اخر يوم في الامتحانات بكره. فاكره يا بنتي يا خديجه اخر يوم في الامتحانات لما كنا نقعد نغني في الشارع؟ كانت ايام حلوه قوي. كل حاجه زمان كانت حلوه، الامتحانات والمذاكره والمصيف والايس كريم، ده حتى النكد كان طعمه حلو. يا لهوي، خديجه فتحت قناه النيل للنكد العائلي. فكك يا بنتي في ايه؟ ماشي خليها عليا دي. ايوه كده، حتى الجو حر، حتى مش ناقصين خنقه. نسيت احكي لك، مش امبارح وانا واقفه في الصيدليه دخل عليا واد مدمن وفتح عليا المطوه وقال لي هشقك؟ قعدت بعديها انا واد كريم نضحك على شقك دي، ابن المقبوله فاكرني بطيخه ولا ايه؟ انت بتتكلمي جد؟ اه والله العظيم، اهو فيلم وخلص. المهم انا حاسه كده ان انت عايزه حاجه بس مكسوفه. لا 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 خالص، انا ما تباتي معايا النهارده. اشمعنى، في حاجه حصلت ولا ايه؟ لا 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 خالص، انا بس يعني نقعد نرغي كده زي زمان. يا بنتي خديجه هتوحشيني قوي لما تتجوزي. لذلك
اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحرية يتعب عاملا الصلاح بيديه، ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرجوا كلمة رديئة من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضاً في المسيح. عارف يا دودي أحسن حاجة في الواد كريم ده إيه؟ إنه مدب يخبطك الكلمة من هنا، حلوة بقى ووحشة، ويمشي وكأنه ما عملش أي حاجة. أقصد يعني إنه مدب بدرجة صريح جداً. أنا أحكي لك حكاية. مرة كده في بداية علاقتنا، اللي هي يعني مرحلة التسبيل والتمهيد، ما أنت عارفاها يا دودي، لقيت راح ماسك إيدي، قلت بس هيقولش عارف جمال عينيا. لقيته بيقول لي بصوت زي صوت أبويا وهو لسه صاحي من النوم، بصي يا بنت الحلال، الحب غير الجواز. استني استني، هو أنت تقصدي إن حربي ممكن يتغير بعد الجواز؟ فور شور يا عزيزتي، ولو ما اتغيرش أنا دي على دكتور نفساني. هو أنا بصراحة يعني خايفة منه، مش منه يعني، بس يعني حاسه انه طبعه في البلد ممكن يبقى مختلف تماما، خصوصا بقى انه هو من اعيان البلد واطيانه وعزب والحاجات دي، بصراحه حاجه تخوف. السؤال هو هل تحب الاخت خديجه الاخ حربي؟ هو يعني ايه حب اصلا؟ لو انت تقصدي يعني التنهيد والتسبيل والجو ده، لا خالص. بس يعني تقدري تقولي كده ان انا ابتديت احس ان هو حريص عليا. بصراحه ده شيء بسيطني جدا. ممكن ليه لا؟ هو ايه اللي ممكن؟ بصي يا دودي، حرصه عليك ده مديكي شعور بالامان، يعني حياتك هتمشي، هي هتكون بالزبط لو ما فيش حب، بس هتكون محتمل. ايه انت سايب اوضتك وقاعده مع شيرين ليه؟ الواد صلاح ضايقك في حاجه؟ لا يا بابا والله انا خلصت مذاكره خلاص، فقلت اقعد مع شيري شويه. البشر اللي عندها امتحانات بكره تقوم تنام. لو ممكن تعملي سندوتشين هنام بعديها على طول. انت هتذاكري ايه؟ ليه؟ عشان اعمل لك السندوتش اللي يليق بالماده اللي هتذاكريها. ربنا معاكم. قول لي يا توفيق، المقلب اتلعب صح ولا هنلبس احنا؟ عيب يا حاج، ده انا تربيه يدك. وبعدين بصراحه الواد كريوكا ما يتوصاش. ثلاثه بالله العظيم يا حاج، لو بتوع السيما شافوه هو ماسك بطنه لا يعملوا له فيلم. واد مرجع ولد شياطين. يعني الحكايه هتسمع، ومن بكره الناس هتيجي عليك جري على محلك تجيب اللحمه، وسعد لو جايك في محله. ده المحل هيسابق الريح يا حاج. طب خد الجديد. اطربني اطربني يا حاج. فد علي، فد علي ابن ايوب، فتح الدم لقدام المسيحيين وقال لهم ان احنا هنجيب بعدية. بعدين سليمان تاكله قال لو راجل يقدر يجيب معدية اقطع رجله. حلو، خليها تشعلل وتولع عشان تنظف لنا طريق ارض الكنيسة. من بكرة يصبح صباحنا ننزل على اولاد لوكسوري، نقول لهم المعدية فين، يتصرفوا لنا في واحدة، ويومين ثلاثة وتلاقي المعدية في النيل سايرة يا جميل. هو دي كلام؟ لا بقى لا، عم إبراهيم، عم إبراهيم اصحى يا عم إبراهيم اصحى، هنا السلم مش اللوكاندا. انت جيت؟ لا لسه ما جيتش، ايه اللي نايمك هنا؟ الشقة والشغل وهدة الحيل يا اخويا. اتفضل اتفضل يا عم ابراهيم، اتفضل 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 يا سيدي، اتفضل اتفضل يا عم ابراهيم، منور.
طالما تعبان من الشقه عم ابراهيم ابقى نام في بيتكم يا اخي. ما هونتش عليا، ترجع من الدير تلاقي الشقه معفره، قلت معلش امري الى الله اجي اعملها لك، جيت ما لقيتكش قعدت نمت. خلاص يا عم ابراهيم، يعني اصل النظافه ما حبكتش بالليل يعني. والمسيح يعمل لك الشقه يعني هعمل لك، وهبتدي بالاوضه بتاعتك الاول. لا قلت لا، يعني عشان انا تعبان يا عم ابراهيم، انت براحتك يعني. أيه. الشقه شقتك، نظف براحتك، وبعد ما تخلص يبقى خد الباب وراك. والعذره والعذره، لاعمل لك الاوضه بتاعتك الاول وبعدين اكمل بقيه الشقه. قلت اوضتي لا، اوعى تدخلها، انت فاهم؟ انت بتخوني، انا صحيح راجل فقير بس امين. يعلم ربنا، مش قصدي، بس انا تعبان يا عم ابراهيم، تعبان، معلش تعبان. هعمل لك الاوضه بتاعتك. ايه ده؟ اخت تريز؟